صباح الفل على حضراتكم، صباح الخير على كل مشاهدي تايم سبورتس، كل مشاهدي العبها صح. يا رب يوم جديد سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ان شاء الله. هنا نبدا يومنا معاكم باذن الله. والدوري دايما في حاجه حلوه، في حاجه حلوه في الدوري المصري، كلنا بننتقد، كلنا بنقعد نقول الدوري بتاعنا مش زي دوريات بره، الدوري بتاعنا فيه وفيه وفيه، بس في النهايه في متعه واثاره في الدوري المصري احنا بنحبها بكل اللي فيه، سواء كان في حاجات كويسه او حاجات مش كويسه. امبارح كانت مباراه مثيره جدا بين الزمالك والجونه، هتغير من شكل الصداره، هتغير من شكل المنافسه على الدوري. هنتكلم عن اللي حصل في المباراه تفصيلا على مدار الحلقه، ولكن بدايه اصبح على زميلتي العزيزه مريهان عمرو. صباح الفل يا مريهان. كريم صباح الفل عليك، وصباح الفل على حضراتكم مشاهدي قناه تايم سبورتس. يوم جديد من العبها صح، والحقيقه الاحداث الرياضيه مستمره ومشتعله في كل العالم. بنتكلم دلوقتي ان في الدوري المصري تابعنا امبارح لقاء خلانا كده كلنا ننام واحنا في اذهاننا ان الدوري مشتعل، وان ممكن يكون في تغيرات بشكل كبير جدا. مين هيكون بيلعب بدوري ابطال افريقيا؟ مين هيكون بيلعب في الكونفدراليه؟ اسئله كتيره جدا ابتدت تظهر، ولكن المؤكد ان كل مباراه جايه هتكون مهمه جدا وممكن تغير وممكن تحسم. هل هنقدر نستمر ونستنى لغايه مباراه القمه عشان نعرف مين حصد لقب الدوري عن موسم 2018-2019؟ الاسئله دي كلها اكيد يا كريم ممكن تتحسم بدايه من اللقاءات اللي جايه، او اللقاء النادي الاهلي تحديدا المرتقب، والباقي بجانب مباراه القمه. امبارح مباراه زي ما كريم كان بيقول مثيره، مثيره في احداثها، مثيره في توقيت الاهداف اللي كانت بتدخل فيها، احداثها كلها ممكن يكون فيها البعض ممكن يؤخذ عليه بعض التصرفات، ولكن بشكل عام مش هنقيم الاحداث ديت على قد ما احنا بنقيم دلوقتي في كلامنا الاثاره اللي شفناها من مجريات اللقاء. التصرفات دي احنا متوقعينها تماما. كنت لسه بقول لك يا مريهان يا رب مكان يبقى فيه اي عنف او اي اثاره داخل الملعب، خارج المستطيل الاخضر او خارج اللعبه نفسها، خارج الجيم نفسه. امبارح الخناقات اللي بتحصل في المباراه انا متوقع ان ده هيحصل في باقي المباريات، ثلاث مباريات فاضلين لنا، الاهلي مع المقاولين والزمالك مع الاسماعيلي وماتش القمه الاهلي والزمالك، كل ده هيحصل في اللي حصل امبارح. بس نهدى شويه، نستمتع بالكوره، نفرح بالكوره. امبارح الزمالك كان عنده اخطاء فنيه بالجمله في المباراه، الجونه برده كان عنده مشاكل بدنيه، ولكن في النهايه عمل اللي هو عايزه، كان هو القريب من الفوز بالمباراه لولا هدف الزمالك او هدف التعادل في الدقيقه الاخيره اللي دخل الزمالك شويه الجيم تاني على المنافسه. احنا بنتكلم دلوقتي ان لو الزمالك ما كانش جاب جون التعادل امبارح كان يكفي الاهلي التعادل امام المقاولين العرب عشان ياخد الدوري. كده الاهلي محتاج يحصد الثلاث نقاط امام المقاولين العرب عشان يتوج رسميا بلقب الدوري موسم 2018-2019، الدوري الاطول في تاريخ الكره المصريه، الدوري اللي هيستكمل عام مع نهايته مباراه القمه، عام بالتمام والكمال. ان شاء الله المباراه اللي جايه تبقى اكثر هدوءا، فنيات تبقى افضل، الزمالك والاهلي لسه في الملعب، الزمالك لازم يكون فاهم هو ولاعيبته وجهازه الفني ان المقاولين مش خصم سهل خالص للنادي الاهلي. المقاولين كان من افضل فرق الدوري الموسم ده، المقاولين مركز خامس في الدوري وكان بينافس على المركز الرابع بقوه مع المصري البورسعيدي، وبالتالي هو منافس صعب جدا بقياده الكابتن عماد النحاس. بكل تاكيد مباراه النادي الاهلي ونادي المقاولون العرب مش هتكون مباراه هينه على النادي الاهلي، واكيد معمول حساب كبير جدا لكابتن عماد النحاس وايضا كل اللاعبين المتالقين في صفوف نادي المقاولون العرب اللي قدموا موسم استثنائي، واكيد وجودهم في هذا المركز، المركز هذا المتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز، دي حاجه اكيد يستحقوا عليها ان هي يترفع لهم القبعه، واكيد كمان يستحقوا كل الاهتمام وكل الحساب المعمول لهم من قبل جماهير النادي الاهلي وايضا الجهاز الفني واللاعبين. حابين نشوف الجمهور بيرجع تاني، اكيد التصرفات ديت يا كريم ممكن تكون بتاثر بشكل عام عن الاجواء، فكره عوده الجماهير لو اللاعبين قدروا بس يتمالكوا اعصابهم شويه، مستحيل ان احنا نشوف لاعب تيشيرت بتاعته بتتقطع كده في مباريات كره قدم. لو بس نهدى شويه، الجمهور دايما بنقول له يهدى، ولكن اللاعبين كمان لازم تهدى. الماتشات اكيد مهمه والبطولات اكيد مهمه، واكيد بتكون عامل مؤثر ومهم جدا وبيضغط. احنا متقبلين فكره ان اللاعبين بيكونوا مضغوطين بشكل كبير جدا علشان يفوزوا بالبطوله، علشان المنافسه الجايه اخر دقائق في او اخر مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي، ولكن برضو غير مبرر ان احنا نشوف هذا الشكل وهذا الاداء وهذا العنف الكبير جدا من قبل لاعبينا اللي هم كانوا من ايام كلهم هدفهم واحد، هدفهم منتخب مصر وكان انتمائهم واحد. لما نعود مره ثانيه ويكون انتمائنا التيشيرت اللي احنا لابسينه برضو بالهدوء كده وبالرواقه. بالظبط يا مريهان، ودايما بقول انه المسؤوليه على اللاعب او المدرب او الاداري في الفريق اصعب واهم واكبر من الجمهور. الجمهور في النهايه انت بتتعامل مع اعمار سنيه مختلفه، مع
افكار مختلفه مع سلوكيات مختلفه، لكن الاداري او اللاعب او المدرب لازم يكونوا مسؤولين جدا 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 عشان ما يسروش الناس، ما يسروش الجماهير. امبارح لما بتشوف ماتشات زي ديت ونشوف فيها الخناقات اللي حصلت في الملعب بنقلق لو الجماهير موجوده كمان في الملعب، يعني لو الجماهير موجوده في الملعب وشافوا الخناقات دي في ارض الملعب طبيعي جدا ومنطقي جدا ان تشوفهم عصبيتهم اكبر من اللي موجودين في الملعب. عشان كده خلونا على فكره الاحتكاكات اللي حصلت امبارح دي بتحصل في كل ملاعب العالم، بتحصل في المباريات الصعبه واللي فيها ضغط نفسي كبير، بس بتقف بسرعه والحكم لازم يتدخل بسرعه ولازم ياخد قرارات بسرعه عشان الموضوع ما يكبرش اكتر من اللازم. عموما امبارح الجونه والزمالك كانت مباراه مثيره جدا، مثيره جدا، فيها اخطاء فنيه فادحه جدا من الزمالك وفيها امور بدنيه كانت لسه ناقصه شويه عند الجونه. في النهايه النتيجه كانت مرضيه جدا للجونه واكيد اكيد مش مرضيه للزمالك اللي بقى حظوظه في المنافسه على لقب الدوري صعبه ولكن لا زالت قائمه. طيب النهارده مفيش ماتشات، يوم بلا ماتشات وبالتالي يوم بلا اجنده، فهنروح مباشره للتوب 5 وخبرنا الاول. خبرنا الاول بالطبع هيكون عن مباراه امبارح واللي كنا لسه بنتكلم عليها، فعطل فريق الجونه ضيفه الزمالك علشان يجبره على التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق في لقاء مؤجل من الجوله ال 33 من الدوري المصري. الزمالك تقدم اولا بهدف عن طريق طارق حامد من تسديده صاروخيه في الدقيقه 64، الا ان فريق الجونه لم يستسلم علشان يسجل مرتين عن طريق احمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي في الدقيقتين ال 78 وال 88، ولكن زي يوم بالظبط ما استسلمش نادي الزمالك وسجل مره ثانيه في الجونه علشان يتعادل ويعادل النتيجه قبل لحظات قليله من نهايه المباراه براسيه محمود عبد العزيز زيزو، كتب التعادل الزمالك امام الجونه 2-2. التعادل وصل الزمالك للنقطه 69، وانتصار الاهلي على المقاولين زي ما كنا بنقول لحضراتكم اكيد هيكون بيكتب التتويج للنادي الاحمر بلقب الدوري بشكل رسمي. أعلى عدد من النقاط بيقدر الزمالك على وصوله الآن هو 75، بينما انتصار الأهلي على المقاولين يوم الأربعاء المقبل هيوصله للنقطة 77 ويكتب تتويجه رسميا بلقب الدوري. الزمالك بيحتاج للانتصار ولا غيره أمام الإسماعيلي أولا، ثم بيأمل في تعثر الأهلي أمام المقاولين العرب سواء بالتعادل أو الخسارة، وقتها هيكون حسم الدوري بالنسبة لمباراة القمة واللي هتكون يوم 28 الشهر الجاري. أنا أعتقد امبارح الزمالك زي ما قلت لكم خسر المباراة فنيا، كابتن خالد جلال ما كانش موفق امبارح تحديدا في تغييراته، تغيير احمد بدبولي تحديدا بعمر السعيد كانت اغرب ما يمكن، فكره انك تحول اللعب ال 4-3-3 في وقت انت طول الوقت عايز تهاجم ويبقى عندك سترايكر صريح مهاجم رقم 9 يقدر ينقل الفريق ويعمل هجمات بشكل كويس انت فقط، غير ان احمد بدبولي اصلا هو غايب بقاله فتره عن تشكيله الزمالك، وبناء عليه امبارح التغييرات بتاعت الكابتن خالد جلال هي اللي ورطت الزمالك فنيا في المباراه، رغم الاعتراف بقيمه وفنيات الكابتن خالد جلال المحترمه وهو مدرب قدير جدا ومدرب دايما كان بيشيل الزمالك في الاوقات الصعبه، ولكن المباراه امبارح ما كانتش موفقه منه فنيا. الناحيه الثانيه الجونه عمل مناوره للزمالك وقال ان هو هيلعب بالاحتياطيين وقال ان هو هيلعب بالتشكيله اللي مش اساسيه وفيها ناشئين كتير، اكتشفنا امبارح ان الجونه بيلعب بالتشكيله الاساسيه، اكتشفنا امبارح ان الجونه بيقاتل على المباراه، بيقاتل زي اي فريق بيقاتل على الثلاث نقاط بس، مفيش فريق بيبقى عايز ينزل يخسر او يتعادل المباراه، من حق الجونه انه يقاتل على المباراه حتى لو هي بالنسبه له ملهاش اي حسابات ملهاش اي فوائد، في النهايه هو بيلعب الزمالك بيلعب الاهلي بيلعب الانديه الكبيره ديت بيبقى نفسه ياخد الثلاث نقاط عشان هي بتبقى تلميعه خاصه، الجونه او اي فريق اخر لما بيكسب الاهلي او الزمالك او بيحقق معاه نتائج ايجابيه هي بطوله خاصه للفرق ديت، مش بس عشان اصل لعيبه الجونه فيها اهلي لعيبه او الجهاز الفني فيها اهلي، هو فعلا هو مجموعه الجونه كلها لعيبه ومدربين كلهم اهلي تقريبا، ولكن بالتاكيد اي لاعب حتى لو زملكاوي بيلعب قدام الزمالك هيبقى نفسه يكسب الزمالك، لعيب اهلاوي بيلعب قصاد الاهلي هيبقى نفسه يكسب الاهلي، ده في النهايه مجد شخصي، مفيش حد بيحب النادي اكتر ما بيحب نفسه، وبالتاكيد الجونه امبارح حب نفسه عشان كده عمل نتيجه ايجابيه. انت بتتكلم عن الزمالك ان ممكن كان عنده اخطاء فنيه سواء تغييرات من كابتن خالد جلال او شكل اللاعبين، اشراك بعض اللاعبين اللي لسه ما كانوش في فورمه مباريات على مدار الموسم كله، على الصعيد الاخر نادي الجونه اللي اعتمد على اللاعبين الاحتياطي اللي ممكن ما كانوش على مدار الموسم ايضا محافظين على فورمتهم البدنيه. على الصعيد بقى الثالث خالص وهو بعيد النادي الاهلي، النادي الاهلي معروف عليه ان هو لما بيكون في اي فرص في ايد غيره وبيقدمها له على طبق كده من فضه
بيكون نادي الاهلي عمره ما بيرفض اي هدايا، ياخدها على طول. هنشوف ايه اللي هيحصل، سيناريو مختلف ممكن نشوفه في الموسم ده من الدوري ده، كل ده هيبان اكيد خلال الساعات اللي جايه. بنتكلم يوم الاربعاء مش بعيد، يوم الاربعاء قرب بشكل كبير جدا. هل كابتن عماد النحاس هيعمل السيناريو اللي كان كريم بيقول عليه ان لعيبه الاهلي ممكن لما يلعبوا قصاد الاهلي هيكونوا حابين يحققوا انجاز؟ على فكره السيناريو دايما بيكون منطقي، انت لما بتكون بالنسبه لك عندك مثل اعلى بتقول انا ازاي اقدر اتفوق عليه واكون ند ليه، دي حاجه طبيعيه جدا. مفيش حد عمره هيقبل الخساره مهما كان بيلعب مع مين، ومهما انت كنت بتحبي نادي اي نادي في الدنيا، انت اكيد بتحبي نفسك اكتر، بتحبي تنجحي اكتر، نجاحي اكتر بالظبط كده، بتحبي النجاح بتاعك اكتر من النادي اللي قدامك. وبالتاكيد يعني مثلا حد بيحب الاهلي، فالكابتن عماد النحاس بيحب الاهلي مثلا، فمش هيقول ايه لا انا مش هلعب قدام الاهلي كويس واخسر المباراه. في النهايه هو كمدرب كاسم عماد النحاس هو خسر قدام النادي الاهلي وما عملش مباراه كبيره، وبالتاكيد هو بيفكر في ده. كابتن عماد النحاس مواجهه المقاولين اكيد هتبقى صعبه جدا، مواجهه المقاولين اكيد هتبقى صعبه، واكيد التصريحات قبل هذا اللقاء هتكون مهمه. تعالوا نشوفها في خبرنا الثاني. ده اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في الاهلي، وقال ان مواجهه المقاولين هتكون الاصعب للاهلي هذا الموسم. كابتن سيد عبد الحفيظ عشان حاطط رجله على الارض هو وفريقه، قال ان الدوري لم ينتهي والمنافسه لسه قائمه ومشتعله بين الاهلي والزمالك، وقال ان الاهلي هيلعب المباراه الاصعب هذا الموسم امام المقاولون العرب، المباراه اللي هتكون الثلاث نقاط فيها هي التتويج بلقب الدوري. اضاف في تصريحاته ان الاهلي هيلعب المباراه وكله تركيز في حصد الثلاث نقاط، وقال انه كمان يجب الاستعداد بشكل جيد والتركيز من الجميع لتحقيق الانتصار امام المقاولون، وقال ان الاراده موجوده لدى الجميع لكي نحقق هدفنا وهو بالتاكيد الثلاث نقاط. طبعا مواجهة قوية ومرتقبة زي ما بنقول دايما، النادي مقاولون العرب من الأندية المهمة جدا، لأن هي عندها قاعدة ناشئين كبيرة وبتقدر أن هي تصدر نجوم كثر، وشوفنا أكيد أمثلة كتيرة من خارجين من داخل نادي مقاولون العرب. طبعا محمد صلاح، طبعا محمد النني، طبعا نتكلم عن طاهر محمد طاهر، وممكن خصوصه تكون إيه في على مدار السنوات اللي جاية. نادي مقاولون العرب نادي كبير، وكمان كبير بنتائجه اللي قدر يقدمها في الموسم اللي فات مع كابتن عماد النحاس. بنتكلم مدير فني شاب صغير في السن، كان لسه قريب من الملاعب، كان لسه قريب بمشاركته. لما بتتاح الفرصه لاي عنصر شاب وبيقدر ان هو ياخد من الفرصه دي ويحقق نتائج ايجابيه، دي اكيد بتكون حاجه مختلفه، بتغير الرؤيه والمفهوم بشكل عام لاداره الانديه او لمجالس اداره الانديه. بالتاكيد يا مريهان، والاهلي او المقاولين هيكون المواجهه صعبه على الفرقتين، بس لازم ناخد بالنا كمان ان في نفس التوقيت الزمالك هيواجه الاسماعيلي. الاسماعيلي مش خصم سهل، الاسماعيلي ممكن يخسر الزمالك، مش بس بقى الدوري، الاسماعيلي ممكن يخسر الزمالك المشاركه في دوري ابطال افريقيا والمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، عشان تبقوا عارفين برضو الزمالك دلوقتي اقل بنقطه عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. لو الزمالك خد نقطه واحده بس من مواجهه الاسماعيلي والاهلي القادمتين هيخسر المركز الثاني، يعني حتى لو تساوى في النقاط مع بيراميدز فبيراميدز له التفوق في المواجهات المباشره، وبناء عليه الزمالك لازم على الاقل يحصد ثلاث نقاط في المباراتين القادمتين سواء مع الاسماعيلي او مع الاهلي، غير كده هيخسر المركز الثاني، هيخسر المشاركه في دوري الابطال، وهتبقى مشكله كبيره جدا، خساره الدوري وخساره المشاركه في دوري الابطال، وبالتاكيد جماهير الزمالك هتكون حزينه جدا على هذا الامر. دوري الابطال صاحب الصداره هيواجه مين؟ هيواجه اطلع بره في خبرنا اللي جاي. خبرنا الثالث، في اجرى الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف وقرعه الدور التمهيدي الاول والثاني لبطوله دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي. وطبعا لحد دلوقتي ملامح الدوري المصري ما اتحددتش بخصوص البطل ووصيفه، من هنا فلم يذكر اسم الفرق المصريه في القرعه. واطلق الاتحاد الافريقي اسم مصر واحد على بطل الدوري واسم مصر اثنين على وصيفه خلال عمليات اجراء القرعه. مصر واحد بطل الدوري هيواجه فريق اطلع بره اللي كان كريم بيقول عليه من جنوب السودان، بينما يلعب مصر اثنين وصيف الدوري امام فريق ديكيداها الصومالي. وبتقام الجوله الذهاب احد ايام 9 او 10 او 11 من شهر اغسطس خارج مصر، بينما تقام جوله الاياب في مصر احد ايام 23 او 24 او 25 من نفس الشهر.
وفي حالة انتصار بطل الدوري أمام اطلع بره هيواجه الفايز من مواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية أمام ميكيلي 70 الإثيوبي. نما وصيف الدوري في حالة انتصاره في الدور التمهيدي هيواجه الفايز من مباراة أوليز الليبيري أمام جيني ريالسون فات السنغالي. وبتقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر اللي جاي، بينما لقاء العودة هيقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر. خلاص القرعة أصبحت واضحة وصريحة، بنتكلم إن كل المنافسات هتكون بالتأكيد قوية، كل الفرق المصرية هتكون كمان مضغوطة من الموسم الطويل، عندهم موسم خلاص أوشك على البدء بعد أسابيع أو بعد أشهر، بعد أسابيع بالتأكيد بعد أسابيع. عامة اطلع بره هيطلع بره من الدور الأول قدام المنافس المصري بكل تأكيد سواء الأهلي أو أي نادي آخر. اسم على المسمى لا إن شاء الله يبقى اسم على المسمى، هيندم إن هو سمى نفسه كده. معانا المحترم المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب في العبا صح. صباح الفل يا باشمهندس. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الفل على حضرتك. حابين في البدايه عايزين نعرف من حضرتك استعدادات نادي المقاولون العرب للقاء النادي الاهلي، الكل بيتكلم اكيد ان فريق المقاولين. ايوه مع حضرتك باشمهندس محسن، سمعنا كويس باشمهندس محسن معانا على التليفون، هنرجع لحضرتك مره اخرى. القرعه الدوري ابطال افريقيا بتحسي انه المنافسات بتبقى في الدور التمهيدي سهلة، يعني الدور التمهيدي ممكن يبقى استعدادات كويسة ليه الأندية المصرية ليه الأدوار القادمة. البطولة بقت صعبة جدا، بطولة كل الفرق اللي بتشارك فيها جيدة جدا، أعتقد إنه الأهلي أو وطرف تاني، الأهلي كده كده ضمن المشاركة سواء مركز تاني أو أول، يعني الأهلي صحيح قريب من صدارة الدوري والفوز بالدوري، ولكن الأهلي أضعف الإيمان هيصعد في الدور التاني. طيب المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب رجع لنا مرة أخرى، أهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. يعني نادي المقاولون العرب كان مقدم موسم استثنائي ورائع جدا اكيد بقياده الكابتن عماد النحاس، حابين نعرف استعدادات الفريق اكيد للقاء اليوم الاربع، لقاء مهم جدا بالنسبه اكيد لحضراتكم واكيد كمان بالنسبه للنادي الاهلي، بتلعب امام النادي الاهلي وهو حاطط في دماغه انه عايز يقتنص الدوري من خلال عتبه المقاولون العرب. الحمد لله فرقتنا مستعده كويس، وفرق ماتش بالنسبه لنا ماتش مهم لاثبات وجود ولتحسين صورتنا في الجدول. ان شاء الله احنا مستعدين كويس، الحمد لله اتمرنا وجاهزين ان شاء الله للماتش. طيب الو باشمهندس. ايوه يا فندم، احنا المقاولين ان شاء الله المواجهه القادمه مع الاهلي هي مواجهه بالتاكيد صعبه، مش بس عشان المقاولين مهتم بيها، ولكن بتتكلم في جماهير نادي الزمالك بالكامل مهتمه بيها. في النهايه الكوره في رجل نادي المقاولون العرب عشان الزمالك يخش تاني في المنافسه. الضغط ده والضغط الجماهيري والضغط اللي فيه هيبقى فيه تصريحات كتيره جدا بتضغط على المقاولين العرب، ده هياثر على الفريق على الجهاز الفني اطلاقا؟ وانا بس يعني بتكلم على تصريحات سياده المستشار مرتضى. فرقه المقاولين عمرها ما تسيب ماتش وعمرها ما تفوت ماتش زي ما حضرتك بتقول. اسمح لي ان انا يعني اقول لك ان التصريح ده غير موفق، يعني فرقتنا فرقه محترمه ولا يمكن تلجا لتفويت ومش تفويت، الكلام ده مش وارد خالص مع نادي المقاولين العرب. احنا مستعدين زي اي ماتش، واحنا الماتش ده بالنسبه لنا هو تجهيز للموسم الجديد ان شاء الله. طيب يعني امبارح كنا متابعين مباراه نادي الزمالك ونادي الجونه، وكان بيفضل الجهاز الفني لنادي الجونه ان هو يدخل اللقاء دوت بطريقه مش بكل اللاعبين الاساسيين، حابه اعرف على الصعيد الاخر نادي المقاولون العرب داخل بالقوه الكامله هذا اللقاء؟ بقوتنا الكامله طبعا، ده فرقه يعني الفرقه لازم تكون جاهزه بجميع عناصرها، ده ماتش من ضمن الدوري ونفس الاهتمام زي اي ماتش في الدوري، والماتش ان شاء الله هنلعبه بكامل الفرقه القوام الاول للفرقه، رغم ان احنا بيتسرق مننا لعيبه، انما يعني احنا ان شاء الله نكون جاهزين. مين اتسرق ومين ما اتسرقش؟ قول لنا كده بعض الاشكال، يعني الدنيا عامله ازاي عندكم في المقاولين العرب؟ طبعا حصل قرصنه على اللاعب احمد علي من فرقه او من نادي بيراميدز، وطبعا انا غير راضي تماما عن هذا الانتقال
المتقارصن يعني، واهيب الكابتن حسام ان ما ينفعش ابدا التعامل بين الانديه يكون بعدم الاحترام بمثل هذه الطريقه. طيب طيب يعني كابتن محسن، انا كنت عايز اسالك تحديدا على الكابتن عماد النحاس، واحد من افضل المدربين المصريين في الدوري الموسم الماضي. كان في تقارير صحفيه نشرت ان الكابتن عماد النحاس ممكن يبقى ليه دور في الجهاز الفني القادم لمنتخب مصر، سواء كمدرب عام او مدرب مساعد للمدير الفني القادم. هل في الوقت ده هتستغنوا عن الكابتن عماد النحاس؟ والله قدام منتخب مصر وقدام اي التزام وطني احنا لا يمكن نقف في هذا الموضوع ابدا. وسبق ان كابتن حسن شحاته كان مدرب للمقاولون العرب وتم الاستئذان وتولى تدريب المنتخب، وكان مرحب به جدا في نادي المقاولين العرب. فالموضوع الوطني ده ما حدش يقدر يقف قدامه او يفكر حتى في انه يقف قدامه. طيب باشمهندس، يعني بنتكلم ان واحد من اهم العناصر اللي شفناها ممكن الموسم اللي فات كان الاصابه بتبعده، ولكن طاهر محمد طاهر من الاسماء اللي كانت بتلمع في سماء الدوري المصري، اصابه بعدته، ولكن هو لسه سنه صغير، كان دايما بيتكلم عن طموحه في الاحتراف خارج مصر، وعمر ما كان مجلس اداره نادي المقاولين العرب بيمنعه، دايما كان بيدعم الفكره ديت، طبعا علشان سيناريوهات سابقه كلها كانت ناجحه لحضراتكم في المجال دوت. قول لنا طاهر محمد طاهر فين، الى اي مدى ممكن يكون موجود في المقاولين او غير المقاولين، عقده وصل لحد فين؟ طاهر ابننا وابن نجيب وابن محترم وابن ناس محترمة جدا. الحقيقة أنا علاقتي بوالده علاقة وطيدة جدا، والولد كمان عنده خلق ما تقلش أبدا عن الخلق اللي بيتمتع به الكابتن محمد صلاح. احنا طموحنا في طاهر ان هو يحترف في الخارج ويمشي نفس المسيرة، وأتعشم ان شاء الله ان مستقبله يكون نفس مستقبل محمد صلاح ويمشي في نفس الخط ونفس المسيره. طاهر ماضي مع نادي المقاولين العرب حتى سنه 22، وطموحه وطموح النادي انه تسويقه في الخارج، وده هو الهدف الاساسي لتسويق محمد طاهر. هو طاهر محمد طاهر اصبح دلوقتي جاهز للمشاركه بنسبه كام في الميه؟ مشاركته في التدريبات لو ما حصلش نصيب ان هو يكون ليه تجربه احتراف، هنشوف الموسم اللي جاي بيشارك بشكل اساسي اكيد. طاهر مشارك في التدريبات، وان كان لن يلعب للماتش بتاع الاهلي، انما هو مشارك في التمرينات وبيتمرن مع الفريق، وهو من اعمده الفريق ان شاء الله. طيب مهندس محسن، بالتاكيد لعيبه المقاولين دايما بتبقى هدف لانديه زي الاهلي والزمالك والانديه الكبيره في الدوري. محمد مجلي كان من الاسماء المطروحه واتقال ان هو ممكن يروح النادي الاهلي. محمد مجلي موجود في المقاولين ولا رايح النادي الاهلي؟ في اسماء تانية عرض الاهلي او الزمالك ضمهم من الفريق؟ لا، ما فيش كلام، يعني الكلام كله كلام شفوي، انما ما فيش عروض رسميه جت، انما احنا خلاص ثبتنا فرقتنا، وان شاء الله مجلي معانا والماضي معانا، وهيبقى من الاعمده برضه الرئيسيه في الموسم الجاي ان شاء الله. طيب حابه برضو اسال حضرتك، لان نادي المقاولين العرب دايما بنعتمد عليه علشان يطلع لنا كده مواهب وعناصر نقدر نعتمد عليها لاجيال واجيال، طمنا بشكل اكتر، لان احنا دلوقتي لما بنتكلم عن منتخب مصر يا باشمهندس بنقعد نقول ان احنا عندنا ندره في المواهب، احنا عندنا قصور في مراكز معينه. في عندكم اسماء حضرتك شايفها في قاعده الناشئين ممكن تتصعد قريب، ممكن يكون ليها ظهور بقى في الدوري الممتاز؟ طبعا عندنا 16 سنه و17 سنه مليء بالاسماء الرنانه، وان شاء الله هيكون ليهم مستقبل. والكابتن عماد النحاس من مميزاته انه دايما مشارك في الاختيارات بالنسبه لفرق الناشئين. الحقيقه الربط ما بين فرق الناشئين والفريق الاول ماشي بشكل محترم جدا. كابتن رضوان والكابتن عماد النحاس الاثنين يعني على مشاركه فعليه في اختيار الانسب وتصعيد الاصلح في هذا الموضوع. يا باشمهندس، عايزين مقاولين تاني طلع لنا محمد صلاح ومحمد النني تاني يشرفونا في العالم كله. ان شاء الله احنا بنجتهد ان شاء الله بيخرج لعيبه. كل الشكر يا باشمهندس. المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب كان ضيفنا هنا في العبه. صح، صباح الفل على حضرتك.
طبعا يعني نادي المقاولين العرب عنده مباراه مهمه يوم الاربعاء امام النادي الاهلي، كل اكيد الاستعدادات على قدم وساق داخل المقاولين العرب وداخل النادي الاهلي، سواء من تصريحات سواء من توقعات سواء الثلاث نقاط هيكونوا رايحين فين. اكيد بالنسبه لنادي المقاولين الفوز على النادي الاهلي هيكون بمثابه حاجه تتحفر في الذاكره، انهاء للموسم بشكل ولا اروع علشان ينطلقوا لموسم جديد وهم في فورمه مباريات وهم عندهم ثقه في نفسهم. وعلى الصعيد الاخر النادي الاهلي مش بالساهل هيسيب ثلاث نقاط هتخليه يتوج بالدوري قبل ما يوصل لمباراة القمة اللي دايما بيكون ليها حسابات أخرى، أيا كان مستوى الفريقين مين في فورمته ومين مش في فورمته، دايما مباراة القمة بتكون بحسابات أخرى. أي فريق هيقدر إن هو يحسم الدوري قبل ما يوصل للقاء القمة عمره ما هيتأخر. بالتأكيد يا مريهان، واحد من أسرع لعيبة الكرة المصرية على مر التاريخ وأمهرهم وأفضلهم في الناحية اليسرى، كابتن الكبير كابتن ياسر ريان، صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن ياسر، اخبارك ايه؟ صباح الفل على حضرتك يا كابتن. الحمد لله طيبه وحضرتك طيب. يعني بنتكلم ان لما يكون الاب نجم ويلاقي ابنه كمان نجم الموضوع ده حاجه مختلفه، يعني متابعه حضرتك امبارح للقاء واكيد حضرتك عارف اهميه اللقاء دوت، ان هو بالنسبه للنادي الاهلي هيكون نقطه فارقه في مدى حصوله على الدوري، متابعتك لهذا اللقاء. بص اقول لحضرتك على حاجه، يعني هي بالنسبه انت عارفه الماتش لعيبه الجونه اللي هم معارين بخاصه من النادي الاهلي، انت عارفه الاولاد دولت متعودين اصلا على الفوز والمكسب والحته الخساره ديت ما بيحبوهاش، يعني هي مش عشان لعبوا نادي الزمالك، لا هم لعبوا قدام بيراميدز كده، لعبوا قدام الاهلي كده، لعبوا قدام الفرق بتاعت الدوري كلها كده، فان كانت اللعيبه الناس واخده انطباع اللي هم بيبقوا متنشنين او عشان نادي الزمالك، لا نادي الزمالك اسم كبير ونادي كبير، وطبعا لازم هم عايزين يثبتوا جورهم كمان قدام الانديه الكبيره، فده اللي حصل امبارح طبعا. وكمان النتيجه انت عارفه كانت الماتش بالنسبه للضغط العصب على لعيبه نادي الزمالك كان اكبر من لعيبه الجونه، ليه؟ لعيبه الجونه كان طموح خلاص يعرف الدوري الممتاز، هدفهم خلاص بقى الهدف بتاعهم خلاص خدوه من بدري، نادي الزمالك بيلعب على بطوله وعلى بطوله الدوري وهم كانوا الاقرب، فالامور بالنسبه لهم كانت صعبه جدا جدا، وزي ما حضرتك اتفرجت على المباراه يعني كان في تنشنه وفي شده، بس يعني الحمد لله المباراه طلعت كانت ممتعه ككره قدم يعني. بالتاكيد يا كابتن ياسر. طيب الضغط ده اتحول للنادي الاهلي، وده اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ ان مباراه المقاولين هتكون من اصعب مباريات الفريق في الدوري هذا الموسم، الضغط ده ازاي يتخلص منه الاهلي في المباراه القادمه، وهتشوف مباراه الاهلي والمقاولين اللي جايه هتبقى عامله ازاي؟ لا ما هو لعيبه النادي الاهلي عارفه ان خلاص الموضوع منتهي، اذا بتتكلم في خلاص يعني انت اعتقد فرقه الجونه يعني ساهمت بنسبه كبيره طبعا، اللي النادي الاهلي المفروض يعني خلاص دلوقتي زي ما بيقولوا الكوره في ملعب لعيبه النادي الاهلي، الكوره في ملعب لعيبه النادي الاهلي صح، هم اللي بقى خلاص يعني بعيد عن الاداره بعيد عن الجهاز الفني، انت خلاص ماتش وتاخد بطوله الدوري صحيح، ما توصلش لماتش الزمالك وما توصلش اللي انت محتاج الثلاثه بونت، الامور هتبقى صعب عليك. الضغط النفسي والعصبي ده طبيعي على لعيبه النادي الاهلي. طبيعي اللي يبقى موجود طول عمره موجود، النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول، النادي الاهلي لازم ياخد بطوله، النادي الاهلي لازم حتى في قطاع الناشئين، في اي حتى المنافسات اللي هي الفرديه هتلاقي برضه النادي الاهلي بياخد على بياخد الاول على طول. فبالنسبه لهم الموضوع ده بيبقى ده طبيعي. لكن احنا نيجي بقى هيجي لعيبه النادي الاهلي تيجي في ماتش المقاولين يقول لك احنا محتاجين تعادل، لا احنا ممكن نكسب في الشوط الثاني، لا ما اعتقدش. لعيبه النادي الاهلي لازم تعرف المباراه بالنسبه لهم مباراه مصيريه صحيح، مباراه انت هتاخد بطوله الدوري وخاصه انت طلعت من بطوله افريقيا، ما حققتش في البطوله العربيه، نتائجنا كانت في بعض في احيانا في بعض في الدوري ما كانتش كويسه، فلا خلاص ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه اعمل اللي عليك ان شاء الله باذن الله، وانت بتلعب باسم النادي الاهلي، النادي الاهلي اسم كبير. دي جزئيه، الجزئيه الثانيه اللي انا اتكلم فيها بقى باذنك برضو فضل. اللي هي موضوع يعني الناس يعني احمد امبارح احمد ياسر ريان طبعا الموقف اللي هو عمله امبارح ممكن يكون تنشنه، ممكن يكون برضو هو شايف اللي عايز يكسب وبالنسبه له هو انت عارف احمد الحمد لله بيركز اللي هو يعني بيبقى طموح وطموح مشروع، فاعتقد اللي هو امبارح متحمس هو لا يقصد، انا بقول لك انا كوالد هو لا يقصد اللي هو يعمل مشكله مع لعيب من نادي الزمالك، بالعكس هو بيحترم الفرق كلها واللعيبه الكبيره كلها، بس لازم كانت لعيبه نادي الزمالك برضه تبقى في خبرات ولازم وهي لعيبه كبيره ولعيبه منتخب مصر، يعني الموضوع كان المفروض يبقى ما يوصلش للي هو وصل ده امبارح يعني.
صحيح. طبعا حضرتك بتتكلم في نقطه كنت انا وكريم من بدايه الحلقه بنتكلم فيها، ان الضغوط ساعات بتولد تصرفات مش هي الافضل، لكن من المؤكد ان هم كلهم صحاب، ولكن بقى ضغط الدوري وهو رايح فين دي اكيد حاجه مؤثره. حابه اسال حضرتك عن الشكل الفني للنادي الاهلي، يعني مع مستر مارتن لاسارتي شفناه وصل لمرحله معينه وكانت الضغوط محطوطه بشكل كبير جدا على المدير الفني، تجددت الثقه مره ثانيه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي لو فاز بالدوري، هل حضرتك شايف ان مارتن لاسارتي هو الافضل في المشوار القادم للنادي الاهلي؟ تأكيد النادي الاهلي عندنا التغيير بيبقى صعب شويه، يعني الاستقرار ده سمه النادي الاهلي، اللي احنا عندنا استقرار المدير الفني ممكن يقعد سنتين ثلاثه بس الظروف تساعد. اعتقد الظروف ساعدت لسارت في الفتره الاخيره، وخاصه بعد التعادل للزمالك والجونه ده، وهو اذا كسب المقاولين النادي الاهلي حتى ما عندناش تغييرات قوي. وانا قلت قبل كده في بعض البرامج صعب المدير الفني يجي النادي الاهلي والنادي الاهلي يمشيه على طول الا اذا النتائج مش مساعداه خالص تماما يعني، لكن الامور بالنسبه له في استقرار عندنا الحمد لله، استقرار اداري واستقرار فني واستقرار في اللعيبه وكله. بس يعني اتمنى ان شاء الله اللي هو برضه يختم الدوري السنه دي، وخاصه انت عارف بطوله الدوري هي البطوله المحدده لجمهور الاهلي، لكن في الاول وفي الاخر لا سارت هيقعد في النادي الاهلي، ده وجهه نظري. النادي الاهلي ما بيغيرش كتير في حته المدربين يعني. طيب بالنسبه لاحمد ريان، هيقعد في الاهلي ولا مكمل في نادي اخر تجديد اعاره يا كابتن ياسر؟ لا انت عارف ده قرار مجلس اداره نادي الاهلي، مش قرار انا ولا قرار احمد. المفاوضات مع احمد دلوقتي رايحه فين؟ احمد عامل عقد مع النادي الاهلي، وانت عارف احمد بيحب النادي الاهلي طبعا ده طبعا، ومتربي وهو كابتن فرقته في الناشئين ومتربي في النادي الاهلي طبعا. فحته اللي هو يبقى موجود في النادي الاهلي يطلعه اعاره، هو يبقى عايز موجود بالمصلحه للنادي الاهلي، هي اللي بتجب عن اي حاجه احنا عايزينها. فالحمد لله اعتقد طلوع برضو للجونه ظهر بشكل كويس الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ظهر بشكل كويس، واعتقد الجونه كانت نقطه تحول بالنسبه له، اللي جمهور النادي الاهلي وخاصه جمهور النادي الاهلي صح. كان متخيل احمد ريان ده عشان خاطر والده فبيلعب، فدي برضه ما كنتش حاببها. وهو كان انا كنت بقول لك وقت من الاوقات انا كنت حابب احمد يبقى موجود في النادي الاهلي، بس ما كانش هياخد الفرصه اللي هو خدها في الجونه دي بقى اتمنى. طبعا من خلالكم برضه بشكر إدارة الجونة، كابتن نادر الشوقي، كابتن حسام غالي، كابتن حمادة صدقي اللي كان موجود فترة فنية، ورضا شحاتة، يعني بصراحة منظومة محترمة أنا بشكرها، حاجة بروفيشنال بأمانة. أنا كنت بتابعهم في بعض الأحيان، لا يعني لا ما بيدرسوا على النادي الأهلي في كل الحاجات اللي هي الإدارية والفنية. فأعتقد يعني حتى القرار دي هو قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، بس الحمد لله يعني أنا كأب ليا طموح برضه لأحمد إن شاء الله، يعني انا اتمنى ان شاء الله اللي يبقى الاحتراف خارجي باذن الله يعني. طب كابتن، يعني حضرتك بتتكلم ان مشوار احمد ريان مع النادي الجونه كانت نقطه تحول بالنسبه له، هل نقطه التحول ديت ممكن تكون سبب كافي ان هو لو بقى في صفوف النادي الاهلي يكون ليه فرصه للمشاركه، ولا حضرتك شايف ان هو لسه الافضل ان هو يبتدي يلعب في انديه اخرى في الممتاز ايضا لحد ما يكون حاجز مكان اساسي ليه في صفوف النادي الاهلي؟ لا ما اظنش، يعني هو خلاص الحمد لله عند جمهور الكره دلوقتي بقوا حابينه الحمد لله، جمهور الاهلي بقى عارفينه كويس، خلاص بقى معروف عند الجمهور، الفرقه بتعمل له حساب فيه، جاله عروض كتير على فكره على يد ده الحمد لله، عروض من انديه كبيره قوي في الدوري الممتاز. بس طبعا هو الوكيل برضه الوكيل معاه هو كابتن نادر الشوقي، ما بتدخلش انا في الحاجات دي كلها. بس طبعا في الاول وفي الاول اخر القرار هو قرار مجلس اداره النادي الاهلي، هم اللي بيقولوا مين يطلع اعاره. انت عارفه في اعارات كتير طالعه من النادي الاهلي زي احمد حمدي، احمد ريان، الجزار، اكرم توفيق، عمار حمدي، كريم يحيى، فوز الحناوي، لا في مجموعه. بس في نقطه يعني هي غايبه عن الناس كلها، ايه هي؟ المجموعه اللي طلعت من النادي الاهلي والجونه بالذات اعتقد عملت فتحت باب كبير قوي لقطاع الناشئين اللي هم خاصه المواليد اللي هي 97 و98، اللي الانديه مصر كلها بقت عايزه لعيبه النادي الاهلي. الاول كان لعيب النادي الاهلي بيمشي وما فيش حد عليه طلب زي ما بيقولوا، اللعبه دي عملت طفره كبيره قوي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. بالتاكيد كابتن ياسر ريان النجم الكبير، نجم النادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا، صباح الفل على حضرتك. نشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ياسر، وكل التوفيق ان شاء الله. اكيد الاب كده بيكون ليه متعه خاصه لما بيتابع ابنه، اكيد واحد من نجوم النادي الاهلي، ولكن برضه خلونا نشوف ايه الاخبار داخل النادي الاهلي. هنطير الى مؤتمر صحفي من داخل مقر النادي الاهلي، واكيد هنرجع نكمل كلامنا الى هناك. العلاقات الخارجيه والعلاقات الدوليه
وعايزين نتعاون مع الهيئات العالمية زي اليونيسف. أنا فاكر يعني كابتن محمود كان بيخص الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بالتحديد. فانطلاقا من دورنا في خدمة المجتمع وقضاياه، الأهلي طول عمره لا يدخر جهدا في تسخير إمكانياته لأي نشاط مجتمعي، ومنذ عدة أيام يمكن احنا استضفنا فعاليات خاصة بالأيتام، وده كان ليه صدى الحمد لله ومردود كبير في وسط الأطفال وأعضاء النادي كمان. النادي الأهلي دايما بيضع الأطفال والشباب في مقدمة الأولويات، ويمكن احنا عشان كده عملنا لجنة، سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل، عندنا لجنة شباب، والحقيقة قايمين بدور كبير جدا ومميز داخل النادي الأهلي. احنا على أتم الاستعداد دايما للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع، وعلى ثقة من أن التعاون مع منظمة اليونيسف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصا الأكثر احتياجا. وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف، محوره الأساسي زي ما كابتن خطيب قال معا من أجل حقوق الأطفال في مصر. بنسعى دايما لزيادة الوعي في القضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف، وأيضا التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنهوض بالتعليم. الحضور الكرام، أنا مش عايز أطول على سعادتكم، كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسيد والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسف والسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد مهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤول العلاقات الدولية والخارجية بمجلس الإدارة. مجددا أرحب بالسيد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر وأدعوه لإلقاء كلمته في هذه المناسبة، فليتفضل. The representative from the Ministry of Social Solidarity and the representative from the Ministry of Youth and Sport, Captain Mahmoud El Khatib, President of Al Ahli Sporting Club, Khaled Mortagi, Executive Director of Al Ahli Sporting Club Board, distinguished guests, ladies and gentlemen, Sabah El here. It is a pleasure for me to be here today to launch this important partnership with Al Ahli Sporting Club. UNICEF has long-standing partnerships with sport organizations worldwide, and we are delighted to be joining hands today with Al Ahli Sporting Club, dubbed as the club of the century in African football. Children's whole well-being is very crucial for us, for all of us. This is why UNICEF is supporting the government of Egypt and the efforts led by our national partner to reach the most. كنا بنتابع مع حضراتكم جزء من المؤتمر الصحفي لتوقيع تعاون ما بين النادي الأهلي واليونيسف، وأكيد لسه هيكون على مدار الساعات اللي جاية أكيد تفاصيل أكتر عن هذا التعاون وإلى أي مدى ممكن يفيد النادي الأهلي. خلونا برضو نستكمل بقية أخبارنا والقرعة والكونفدرالية، وده خبرنا اللي هيكون الخبر الرابع. طيب أجرينا قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة كمان الكونفدرالية، الكونفدرالية هيشارك فيها الثالث والرابع في الدوري المصري. الرابع وعرفناه النادي المصري البورسعيدي، الثالث هو لسه ما عرفناهوش بين الزمالك وبيراميدز، وقلت لكم من شويه ليه الزمالك ممكن يبقى في المركز الثالث. هو حاليا الزمالك في المركز الثالث بفرق نقطه واحده عن بيراميدز الثاني في جدول الترتيب. لو الزمالك ما كسبش اي مباراه من اللي جايين الاسماعيلي او الاهلي هيفضل في هذا المركز، التعادل لن يفيده في مباراه واحده من المباراتين، تعادل في مباراتين بالتاكيد هيبقى هو المركز الثاني. طيب صاحب المركز الثالث هيتجنب في المشاركه من الدور التمهيدي في الكونفدراليه على ان يواجه في دور 32 الفائز من موغاديشيو الصومالي وماليندي التنزاني، ويقام لقاء الذهاب خارج مصر على ان يكون لقاء العوده في مصر. المصري هو النادي الوحيد المعلوم مصيره بين كافة الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، حيث سيواجه في الدور التمهيدي فريق
إتوال دو جونجو الكونغولي على أن يكون لقاء الذهاب في مصر والعودة في الكونغو. ويلعب المصري في حال تأهله أمام الفائز من شباب بلوزداد الجزائري وكوتون تشاد التشادي. في الغالب هيبقى شباب بلوزداد، وشباب بلوزداد فريق قوي جدا، على أن يكون لقاء الذهاب في مصر والعودة خارج مصر. المصري مع كابتن إيهاب جلال أتوقع له أنه هيروح بعيد في هذه البطولة. طبعا القرعة هتكون مهمة جدا، وهنشوف هتسفر عن إيه. الكونفدرالية أكيد هيكون فيها طرف مصري مهم وكبير، وهنشوف إن شاء الله يكونوا موفقين. إحنا حاملين اللقب طبعا من خلال نادي الزمالك اللي حصد لقب الكونفدرالية، وهنشوف إن شاء الله إيه اللي هيكون قادم ليها. هل فعلا لو نادي الزمالك أصبح بيشارك في الكونفدرالية مرة تانية هيكون أيضا عنده مهمة صعبة إن هو يحافظ على اللقب. بالتأكيد خبر مهم يهم جماهير جدا النادي الأهلي في التوب 5. بقالنا أيام وأيام بنتكلم محمود متولي واحد من نجوم النادي الإسماعيلي هيكون رايح فين. أكيد مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيتكلم أن التواصل واضح وعلى الترابيزة ومن داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على مدار الأسابيع اللي فاتت. أكيد كان لاعب محل أنظار كل أندية القمة، ولكن خلاص تقريبا وبشكل رسمي أصبح من خلال مصادرنا محمود متولي داخل النادي الأهلي لمدة 5 مواسم في صفقة هتقدر بملايين بكل الطبع. وأكيد كمان هيكون مضاف إليها لاعبين، لاعب بيع نهائي ولاعب آخر هيكون إعارة. اللاعبين اللي النادي الأهلي عارضهم للنادي الإسماعيلي هم أحمد حمودي وأحمد الشيخ وعمرو جمال. فمحمود متولي أصبح أهلاوي بنسبة 100% 5 مواسم قادمين. بالتأكيد هتبقى صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي. النادي الأهلي يبحث عن مدافعين، أعتقد مش هيبقى آخر مدافع يضمه النادي الأهلي محمود متولي، في مدافع آخر هيكون موجود في النادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة. خط الدفاع سنتر باك تحديدا هذا المركز في مشكله في النادي الاهلي، شفناها من الموسم الماضي، شفنا ايمن اشرف بيخش هو اصلا ده مش مركزه الاساسي، شفنا ياسر ابراهيم ما قدمش المستوى اللي كان جماهير الاهلي تتوقعه، شفنا رامي ربيعه بيتصاب كتير، سعد سمير اصابات. فالمركز ده كان عند الاهلي في مشكله كبيره جدا تحديدا بعد رحيل احمد حجازي من النادي. اعتقد ان الاهلي بدا تدعيم هذا المركز. محمود متولي من المدافعين الجيدين جدا في الدوري المصري. صحيح الموسم اللي فات ما كانش افضل مواسم محمود متولي، ولكن يبقى من اكبر واهم المدافعين الموجودين في الدوري المصري الممتاز. صفقه ناجحه جدا للنادي الاهلي، وبالتاكيد صفقه ناجحه جدا للاسماعيلي. يعني استفادة الاسماعيلي الماديه واللاعبين من هذه الصفقه استفاده كبيره جدا، خاصه ان محمود متولي هو اخر موسم ليه مع الاسماعيلي هو الموسم ده، وبالتالي كان ممكن يوقع فري ببلاش مع أي نادي في يناير القادم، وبالتالي الاستفادة المادية والفنية للإسماعيلي من هذه الصفقة أكبر بكتير كمان من استفادة النادي الأهلي. وفي النهاية الاثنين بيستفيدوا، كل واحد بيشوف مصلحته فين وبيتحرك عليها. طبعا إن شاء الله هنشوف الموسم اللي جاي هيكون جايب إيه لكل الأندية من حيث الميركاتو، هيكون بكل تأكيد قوي ومهم بشكل كبير جدا. أيضا هنشوف النادي الزمالك هيعلن عن إيه غير طبعا صفقة أشرف بن شوقي اللي كانت مكلية كل الجماهير الزملكاوية، وأيضا جماهير الكرة المصرية حاسة إن في نجم جديد من شمال أفريقيا هيكون متواجد داخل صفوف أو داخل صفوف بقى الدوري المصري بشكل عام. نستمتع بأدائه ونشوف هيكون جايب لنا إيه من متعة كروية. الكرة في مصر أصبحت مختلفة بالرغم ممكن تكون في بعض السلبيات اللي بنشوفها وبنتابعها وحاطين إيدينا عليها، ولكن بيبقى للدوري المصري رونق ومتعة مختلفة، متعة خاصة. أي مشاركات تانية لكل الأندية بتكونكم، ولكن اكيد المنافسه على الدوري المصري بوجود الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والاسماعيلي والاتحاد وتكلم بص على كام انديه اصبحت مهمه وحاطه دلوقتي ايديها بشكل كبير صح. جدا وسايبه بصمتها. هنشوف المتعه ان شاء الله الموسم اللي جاي جايبه لنا ايه. متعه الصفقات دي لوحدها في حد ذاتها يعني متعه كبيره جدا بعيد عن المباريات، مين راح مين جاي، مين اللعيب اللي بيلعب، مين اللعيب اللي بيشتغل، مين اللعيب اللي انت محتاجه في فرقتك الموسم ده، مين النواقص اللي انت محتاج تسدها، مين اللعيبه اللي انت عايز تديها فرصه بره بالاعارات، مين اللعيبه اللي انت عايز تستغنى عنها. كل سوق الانتقالات دايما في متعه خاصه جدا، في مباريات خاصه جدا بين الانديه، مين النادي اللي بيسبق وياخد لعيب، مين النادي اللي بيقدر ينط او يخطف لعيب من المنافس بتاعه، وده كله في اطار الامور المشروعه والقانونيه. مفيش مشكله خالص ان انا ابقى عايز سين من اللعيبه واروح للعيب تاني، فده شيء محمود جدا وتصرف عادي جدا بيحصل في كل الانتقالات في العالم كله. طيب خلونا برضو زي ما حضراتكم شايفين معنا على الشاشة دي مراسم توقيع بروتوكول التعاون ما بين النادي الأهلي واليونيسف، أكيد هيئة أو مؤسسة كبيرة دولية عظيمة طبعا اليونيسف. وأكيد توقيع زي ده هيكون ليه
عائد جيد جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا وحاجه مشرفه جدا، من اهم المؤسسات الموجوده في مصر. مؤسسه مش بنتكلم بس على نادي كوره او نادي بيلعب رياضيات، لا، مؤسسه نتشرف بها قدام كل العالم، حاجه عظيمه جدا، رمز من رموز الكره المصريه ورمز من رموز مصر بشكل عام الكابتن محمود الخطيب، حاجه شرف كبير جدا لليونيسيف والنادي الاهلي هذا التعاون البروتوكول العظيم. طبعا دي لقطات من داخل مقر النادي الاهلي، لحظات توقيع عقد البروتوكول ما بين اليونيسيف وطبعا وجود كابتن محمود الخطيب بيبو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في متصدر الصوره. كل التوفيق ان شاء الله لكل المؤسسات المصريه، وتستمر دايما في التواصل والتعاون مع مؤسسات كبيره دوليه علشان كل ده في الاخر يصب في مصلحه الرياضه المصريه. احنا شايفين كمان ان هو السبب وراء هذا التعاون علشان حقوق الطفل، ودي الحاجه اللي مكتوبه وراء البانر اللي وراء الضيوف اللي بيمضوا العقد، ان هو هيكون دوت ان الاهلي النادي الاهلي مع التعاون مع اليونيسيف حاطين ايديهم في ايدين بعض علشان حقوق الاطفال في مصر، ودي اكيد حاجه جيده وهدف كبير وهدف سامي جدا. وده الدور اللي احنا دايما بنقوله ان كل الانديه المصريه الكبيره زي الاهلي والزمالك تحديدا ده دور مجتمعي مهم جدا. زي ما بقول لكم من اول ما بدانا الحلقه، المباريات بتاعت الكوره بتبقى في الملعب بس، باقي الامور بتبقى خارج الملعب. الخارج الملعب ده بقى لازم يبقى زي اللي شايفينه دلوقتي، امور اجتماعيه وامور مجتمعيه محترمه يعملها الاهلي والزمالك، يخلي اصلا تنميه العقول البشريه وتنميه الاخلاقيات بتاعت الناس اكبر بكتير من ان احنا نتخانق عشان مباراه كره قدم، مهما كانت اثارتها او مهما كان الحماس في الملعب. خارج الملعب نبقى ناس تانية خالص، يبقى لينا دور محترم، دور مسؤول. ان شاء الله دايما ده اللي نشوفه في مجتمعنا الرياضي، وبشكل عام دايما يكون المجتمع كده في هدوء وفي سكينه وفي تطور، نشوف التطور ونلحظه ونلمسه بايدينا. خلونا هنروح لفقره الصحافه، ولكن قبل ما نتكلم في الاخبار في الصحافه بتقول ايه بقى في كل انحاء العالم وكل الرياضات. عندي خبر مهم قوي في الصحافه، قولي الناس تستنى. لا، في اخبار مهمه، في اخبار مهمه استنوها، ولكن هنشوف دلوقتي تقرير عن نتيجه مباراه الزمالك والجونه ونرجع نكمل كلامنا. بات درع الدوري الممتاز للموسم الحالي في أبعد نقطة له عن القلعة البيضاء بعد أن عطل فريق الجونة قطار الزمالك الساعي للوصول لمحطة التتويج، بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدوري الممتاز. مباراة عصيبة شهدها ملعب الجونة نجح خلالها الفريق الساحلي في إحراج الزمالك الذي وضح على لاعبه التوتر خلال المباراة واستعجال تحقيق الفوز للمحافظة على فرص الفريق الأبيض في التتويج بلقب الدوري الممتاز في هذا الموسم، وهو ما ساهم في ظهور الجونة بصورة مميزة على مدار شوطي المباراة. وبات أهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نروح برضو ونشوف أهم الأخبار في الصحافة نستعرضها مع حضراتكم على مستوى العالم وعلى صعيد رياضات مختلفة، ونروح نشوف أول خبر معانا إيه. قلت لكم إن في خبر مهم جدا هنتكلم عليه بعد التقرير وبعد أخبار التوب 5. الخبر ده هو حسام حسن. حسام حسن مش المدرب، حسام حسن مهاجم سموحة، بات على وشك انضمامه للنادي الأهلي في صفقة هيستفيد منها سموحة ب 20 مليون جنيه بجانب إعارة معاذ أو فوزي الحناوي لمدة موسمين وإسلام محارب لمدة موسم واحد. الصفقة فيها رتوش أخيرة بيشتغل فيها النادي الأهلي ونادي سموحة. كنا بنتكلم امبارح على إن الأهلي ممكن يواجه صعوبة في شراء مهاجم أجنبي عشان أزارو وأجاييه غالبا ممكن يكملوا مع الفريق عشان لصعوبة تسويقهم، وبالتالي أنت هتحتاج مهاجم مصري أو محلي، ممكن المهاجم الأجنبي يبقى الأمور فيه صعبة شوية. حسام حسن من المهاجمين الهايلين جدا الواعدين جدا، يعني عنده كمان فكرة إنه بيعرف يشتغل من تحت ليه قدام خارج الصندوق وجوه الصندوق بيشتغلها بشكل كويس جدا. حسام حسن هيبقى صفقه ناجحه جدا للنادي الاهلي، ده في الوقت اللي الاهلي فيه بيعسكر او خد قرار انه يعسكر للزمالك بعد مباراه المقاولين في الاسكندريه استعدادا للمباراه اللي هتكون مهمه للنادي الاهلي لو
ما عملش نتيجة جيدة أمام المقاولون العرب والنتيجة الجيدة هي الفوز وحصد الثلاث نقاط. لو الأهلي حقق الفوز على المقاولين وحصد الثلاث نقاط هيكمل برضو المعسكر في اسكندرية عشان مواجهة الزمالك زي ما دايما بنقول هي بطولة خاصة تماما والأهلي هيكون محتاج فيها تركيز بكل تأكيد. الصفقات ابتدت كده تظهر للنور واحدة واحدة وأكيد لسه على مدار الساعات اللي جاية وأكيد كمان مع انتهاء يوم 28 بمباراة القمة هنبتدي نشوف إيه الأخبار وإيه اللي هيحصل وإيه اللي هيكون جديد بالنسبة لكل الأندية وصفقاتهم. نروح من الأهلي لنادي الزمالك وكنا كلنا بنتكلم امبارح عن لقاء الجونة والزمالك واللي انتهى أكيد بالدراما كبيرة جدا وبحالات طرد أسفرت عن عقوبات. فقرر مسؤول نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على يوسف أوباما مهاجم الفريق بعد وقعة طرده في لقاء الجونة الأخير واللي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الجولة 33 لمسابقة الدوري. وبيجيب كده أوباما عن مباراتي الزمالك المقبلتين أمام فريق الإسماعيلي يوم الأربع واللي كمان هتكون مباراة الأهلي والجونة الأخيرة من الدوري الممتاز بتقضي لائحة الفريق الأبيض بتغريم اللاعب ماليا حال تسببه في حرمان فريقه من خدماته نتيجة الطرد. هيكون غايب عن لقاء الأهلي وهيكون غايب كمان عن لقاء خسارة الإسماعيلي. خسارة خسارة وما لعيب جيد جدا خسارة وفي ظل غياب كهربا كمان بالظبط كده خسر فريقه في مباراتين غاية في الأهمية. لو الأهلي حقق نتيجة سلبية قدام المقاولين في مباراة الإسماعيلي والأهلي بالنسبة للزمالك هيبقوا أهم مباراتين في الدوري وبالتالي هو خسر فرقته عنصر مهم جدا في المباراتين القادمتين. رغم ان اوباما كان بادئ الموسم بشكل رائع جدا 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 في الدور الثاني في الدوري مش هقول ان مستواه بقى سيء ولكن قل درجه او درجتين عن المستوى اللي بدا بيه الموسم. اوباما لعيب جيد جدا رائع جدا والزمالك وكريستيان جروس تحديدا استفاد من اوباما استفاده هو نفسه كلاعب عمره ما خدها من اي مدرب في حياته القليلة في الملاعب حتى الآن وبالتالي أوباما كان لازم يستغل هذا الأمر ويحافظ على ثبات مستوى جيد يخليه دلوقتي وفي آخر مبارتين في الدوري كان يقف مع الزمالك ويساعدهم إن هم يقدروا ينقذوا الموسم أو ينقذوا الدوري الموسم ده. أعتقد أوباما أخطأ خطأ كبير أمس بكل تأكيد جياب أكيد هيكون مؤثر بالنسبة لنادي الزمالك في وقت خلاص ما بقاش فيه أعصاب عند اللاعبين ولا الجمهور ولا الجهاز الفني لأي عناصر خارجية ممكن تكون بتأثر بشكل سلبي على نتائج الفريق. أكيد طرد هيكلف النادي الزمالك أكيد في أوراق موجودة على الدكة ولكن يوسف أوباما بيبقى برضو من اللاعبين الكبار اللي كانوا مؤثرين مع النادي الزمالك على مدار الموسم سواء إفريقيا أو محليا فبالتالي غيابه بكل تأكيد هيكون مؤثر. هل هيجي حد يقدر يعوض غيابه دوت هيكون في فورمة الماتشات في المباراتين اللي جايين بالضغوط الكبيرة اللي محطوطة أكيد على اللاعب دوت هنشوف إيه اللي هيحصل أكيد من قبل الجهاز الفني وأكيد كابتن خالد جلال هيكون له رؤية خاصة وجود هذه الظروف الطارئة المفاجأة اللي أكيد ما كانتش في الحسبان بجانب غياب جنش وبجانب غياب أكيد كهربا كمان بالتأكيد يا مريهان. الناحية الثانية الكابتن طارق العشري مع حرس الحدود بيواجهوا حرس الحدود السعودي في مباراة ودية هتقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي في الخامسة مساء. كابتن طارق العشري عايز يركز على الأمور البدنية ورفع الحمل التدريبي للفريق قبل بداية الموسم الجديد. كابتن طارق العشري كان صعد خمس لاعبين من فريق الشباب بجانب الثلاث لاعبين اللي ضمهم حرس الحدود في الفترة الأخيرة عايز يوصل للتوليفة الأمثل اللي يلعب بيها حرس الحدود الدوري في الموسم الجديد خاصة ان حرس الحدود واجه بعض الصعوبات في الموسم الماضي تحديدا في الدور الثاني. الدور الاولاني كنا بنقول ان حرس الحدود مع الكابتن طارق العشري في كيمياء كده والاثنين كانوا بيشتغلوا مع بعض كويس جدا في الدور الاول. الدور الثاني واجه حرس الحدود بعض الصعوبات وكان بيواجه كمان شبح الهبوط اكيد الكابتن طارق العشري هيحاول يتجنب هذا الامر في الموسم الجديد. ان شاء الله هنشوف موسم قوي نستمتع بيه ده بالنسبه لمحليا واكيد طول الوقت بنامل ان محترفينا المصريين يبتدوا ياخدوا خطوات ثابته في تحركاتهم خارج مصر عشان لما يرجعوا لنا يكونوا فورمه كده وماتشات ويقدم مباريات قوية وكبيرة. فبيعمل جورج ميلينيش وكيل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا على انتقاله إلى صفوف نادي لاتزيو الإيطالي في الموسم اللي جاي وده وفقا لتقرير نشرته أحد المواقع التابعة لنادي لاتزيو الإيطالي فإن كوكا هيكون بديل المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو الذي يستعد للرحيل عن نسور العاصمة الإيطالية والانضمام لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني. وفي حال رحيل كايسيدو سيفتح الباب أمام كوكا ليصبح المهاجم الثاني في الفريق خلف الإيطالي تشيرو إيميوبيلي لتدعيم خط المدير الفني سيميوني إنزاغي. يعني أتمنى
يعني اتمنى كوكا يبقى موجود في لاتسيو بيتدرب تحت ايد انزاجي وبديل ايموبيلي واحد من اهم هدافين الكره الايطاليه. فانا اعتقد لو الصفقه دي حقيقيه او الصفقه دي هتمشي بشكل كويس هتبقى حاجه عظيمه جدا لكوكا. لاتسيو الناس اللي بتتابع الكره الايطاليه من الفرق اللي تحب تلعب فيها، الفرق اللي طلعت نجوم عظيمه جدا في لاتسيو ده، مر على فكره سيميوني بيرون سالس في مجموعه كبيره جدا، ده اللي بتذكرهم يعني مروا على لاتسيو الايطالي، لعيبه كبيره جدا ولعيبه عظيمه جدا، فريق من اعظم الفرق اللي موجوده في ايطاليا. وبتتكلم في ايموبيلي هو المهاجم الاساسي، بتتكلم في انزاجي هو المدرب، وبالتالي اكيد كوكا هيستفيد لو الصفقه دي دمت بنجاح والامور مشيت بالشكل الامثل. وبتعتبر وبتصنف دي بقى خطوه ناجحه بالنسبه اكيد لاحمد حسن كوكا من الدوريات اللي كان بيلعب فيها طبعا. سواء برتغالي او يوناني ويكون ينتقل الى الدوري الايطالي، يبقى كده دي خطوه هو دي اللي احنا بنتكلم فيها، ان الاحتراف يكون فيه تحركات حتى لو مش بتروح على انديه القمه في كل دوري، ولكن بتكون بتاخد خطوات ثابته وواضحه، وده متهيألي حاصل من خلال لو الخطوه دي تم حسمها بالفعل هيكون كده عمل خطوه كبيره جدا في الكارير بتاعه. بالتاكيد يا مريم بالتاكيد. الاتحاد السكندري بيدير اموره في الصفقات بشكل يبدو ان فيه ذكاء وامور جيده، انك تضيف لعيبه عندها خبرات كبيره، وانك تضيف لعيبه شباب، وانك تضيف لعيبه باسعار قليله ولعيبه عايزه عندها رغبه انها تشارك في الدوري الممتاز وتحقق نجاحات، التوليفه دي تحقق فريق ناجح ان شاء الله للاتحاد السكندري في الموسم اللي جاي. الاتحاد عمل ايه؟ عمل او نجح في التعاقد مع فاروق خالد صانع العاب فريق النصر للتعدين رسميا. فاروق خالد هو صانع العاب، الكلام بيتقال ان هو لعيب مهاري جدا ومتميز جدا، اللعيب وقع مع الاتحاد 5 مواسم بكام بقى؟ ب 225,000 جنيه، يعني صفقه ببلاش تقريبا للاتحاد، واللعيب زي ما بقول لكم هو لعيب كويس جدا. نصر التعدين حصل على هذا المبلغ بجانب 20% من اعاده بيعه في المستقبل. فاروق خالد مواليد 97، لعيب صغير في السن، لعب مع نصر التعدين في الموسم الماضي بالممتاز به وسجل 3 اهداف ويلقب بخليفه ابو تريكه. تم التوقيع في حضور محمد مصلح رئيس النادي ومحمود مصطفى ونبيل ابو زيد وكيل اللاعب. ان شاء الله كل التوفيق للاعب مع الاتحاد السكندري يكون مميز مع الفريق في الموسم الجديد. نتكلم الموسم الجديد كلنا حابين نشوف الانديه اللي احنا بننتمي ليها وبنشجعها تكون في افضل حال. كريم طبعا مقتنع ممكن يعمل معانا حاجه ان شاء الله، يعني هنشوف. اتوقع انا وكريم بنشجع ريال مدريد من يعني من البدايه ومعاه الحلوه والمره، وهنشوف بقى نيمار دا سيلفا لو وصل هيعمل ايه. نيمار مع هازارد بس في النص بنزيما برضه لسه موجود، في مشكله نيمار المهم نشوف هيحصل ايه. فكشف موقع سكاي سبورت الالماني ان ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان هيعملوا على بيعملوا على صفقه تبادليه بتقضي بانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف مش بيحصل الموضوع دوت. خلونا نطلع نشوف تقرير عن اكثر النجوم شهره المنبوذين مع انديتهم ونرجع نكمل بقيه اخبارنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، وكالعاده ارسنال عنده مشكله في الصفقات، ارسنال متاخر في الصفقات، كل الانديه بتشتغل في العالم على صفقات جديده، وارسنال ويعيني على جماهير ارسنال دايما بتعاني مع المدفعجيه، دايما الصفقات بتتاخر جدا ودايما الصفقات فيها مشاكل. وناي امري قال ان احنا بنتراجع دلوقتي في البريمير ليج. خلونا نروح بقى للليغا اسبانيول، واحد من نجوم الدوري الاسباني على مدار مواسم ولكن انتقل وطلع مرهف المشاعر قوي يعني بعد صفقه انتقال انطوان جريزمان، فهو بيكشف وبيعلن انه بكى بعد توقيع عقود انتقاله لصفوف برشلونه الاسباني قبل ايام قليله، بياكد انه اتصل بوالده علشان يخبره بتحقيق حلم حياته. وقال جريزمان في تصريحات اعلاميه: بعد ما توصلنا الى اتفاق نهائي واصبحت لاعب في برشلونه بشكل رسمي اتصلت بوالدي وكنت بعيط لك، لقد كانت لحظه رائعه بالنسبه لي. قبل كمان ما يضيف انا كنت سعيد جدا، بكيت بشده عندما سمعت صوت ابي في الهاتف وابلغته اني اصبحت لاعب في برشلونه، وانه شعور صعب انه يوصفه. ان شاء الله هازارد يخليه يعيط باقي الموسم ان شاء الله، يعني متاثر. جريزمان لعيب عظيم جدا، لاعب من افضل اللعيبه اللي موجوده في القاره الاوروبيه وفي العالم بشكل عام. جريزمان صفقه عظيمه جدا 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 لبرشلونه، تضاف لكتيبه النجوم الكبيره جدا في النادي الكتالوني، بالتاكيد هيكون اضافه خطيره جدا على مشجعين ريال مدريد والناس اللي بتحب ريال مدريد في الموسم الجديد. ونفسي برشلونه يهدى شويه في الصفقات الثقيله دي، يعني كفايه بقى، يعني يجيبوا لعيبه ايه كلاس بي سي، لكن طول الوقت انتوا شغالين على ايه بلس، يعني كفايه، يعني كفايه اللعيبه الثقيله اللي في العالم كلها تبقى موجوده في برشلونه. ولكن هو نادي بالتاكيد له شعبيه كبيره جدا في كل العالم، واحد من افضل الانديه اخر 10 مواسم وممكن اكتر من 10 مواسم، كانت تتكلم في 2006 بتتكلم في 13 14 سنه، برشلونه لا يزال على قمه الأندية.
الانديه الاوروبيه، مستوى ينزل فترات قليله ويفضل متصاعد لفترات اطول. برشلونه حتى لو انت منافس ليه او ما بتحبش برشلونه او مش بتشجع برشلونه، ما ينفعش غير انك تحترمه. هو واحد من اهم الانديه اللي حصلت في التاريخ، هو الفريق الحالي هو من اكبر واحسن وافضل الفرق اللي مرت على الكره العالميه، حتى لو حصل فيه تغييرات قليله. انيستا بيخرج، تشافي بيخرج، كوتينيو بيخش، سواريز بيخش، ايتو بيخرج، هنري بيخرج، بتلاقي ميسي لسه زي ما هو بينور، ابرا بيجي، ابرا بيمشي. دايما برشلونه عنده فريق محترم جدا، بتتكلم في جريزمان، بتتكلم في كوتينيو، صحيح كوتينيو ما ينجحش، ديمبلي ما ينجحش، بس تلاقي لعيب تاني ممكن يعوضه. فريق متكامل جدا، ممتع جدا. يا بخت جماهير برشلونه بفريقها على مدار السنين اللي فاتت، ويا بخت اكيد فريق ليفربول بواحد من اهم المدافعين في العالم في الوقت الحالي. ولكن خليك برضو تقول لي بعض الاخبار الثانيه قبل ما نروح لفان دايك. قبل ليفربول في مدافع تاني بس مانشستر يونايتد، ويا بخت بيه برضو ماجواير خلاص بيوافق مانشستر يونايتد على شروط ليستر سيتي للتعاقد مع المدافع هاري ماجواير مقابل 80 مليون جنيه استرليني كاغلى مدافع في العالم. ماجواير صحيح هو مدافع رائع جدا، بس الرقم مبالغ فيه جدا، عشان في النهايه الرقم ده هو اكتر من الرقم اللي دفعه ليفربول في فان دايك. فان دايك هو فعليا هو افضل مدافع في العالم، وبالتالي لما يبقى فان دايك اغلى مدافع في العالم مفهومه، لكن ماجواير مدافع رائع بس اكيد مش افضل من فان دايك. بس في النهايه مانشستر يونايتد محتاج مدافع واثنين وثلاثه واربعه، عشان هو عنده اسوأ خط دفاع في الدوري الانجليزي، حتى لو رقميا ممكن احيانا يبقى كويس كاحصائيات، ولكن عنده مشاكل كبيره مستوى الافراد الاسماء في مانشستر يونايتد بقاله كتير جدا، عنده مشكله في الدفاع. بالتاكيد ماجواير هيبقى صفقه عظيمه جدا. ماجواير كان اداره نادي ليستر سيتي كانت رفضت العرض السابق لمانشستر يونايتد اللي كان ب 70 مليون استرليني، ورفعت العرض ل 80 مليون استرليني. وقالت صحيفه ميرور الانجليزيه ان ليستر كانت مطالبهم واضحه بعدم تخلي عن مدافعهم باقل من 80 مليون جنيه استرليني. ماجواير هيتفوق على الهولندي زي ما قلت لكم فان دايك ليصبح اغلى مدافع في العالم. كان فان دايك انتقل لليفربول في يناير 2017 مقابل 76.5 مليون جنيه استرليني. بالتاكيد الاسعار زي ما بقول لكم دايما سنه عن سنه بتعلى. ماجواير في النهايه هو هيكون مدافع وسند كبير جدا لخط دفاع مانشستر يونايتد. واضح ان مانشستر يونايتد بيحاول يعدل في الفريق اللي عنده مشاكل كبيرة جدا منذ رحيل السير أليكس فيريكسون عن تدريب الفريق. تتكلم في ملايين بتدفع في مدافع، لما كانت صفقة فان دايك الموسم اللي فات كأغلى مدافع في العالم والأرقام دي كلها، لكن كانت بتأكد بعد كده مشاركته مع فريق ليفربول إن هو يستاهل. وكمان بقى كون إن هو أصبح بينافس على مين هيكون افضل لاعب في العالم البالون دور، فاكيد دي حاجه بتضاف كونك ان انت بتلعب في مركز مدافع وبتوصل لهذه المكانه. فاكد الهولندي فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزي انه حان الوقت لتغيير في جوائز الكره الذهبيه والنظر الى المدافعين بخصوص اعطائهم هذه الجوائز. وبيعتبر فان دايك من المرشحين جدا في الدفاع، اصل المدافع مش بس هو قوه بدنيه وتدخلات على القدم او على الكره، لا المدافع لازم يبقى ذكي، تحركاته تبقى ذكيه، البوزيشن بتاعه مكانه في الملعب لازم يكون مكان فيه ذكاء مش مكان وخلاص. فان دايك عنده مدافع مثالي، واحد من افضل المدافعين اللي شفتهم في الدوري الانجليزي منذ ريو فيرديناند كان بيلعب في مانشستر يونايتد. مدافع فعلا تقيل جدا يستحق ليفربول في الموسم الجاي. هنشوف الجائزه هتروح لمين، اكيد المنافسه هتكون قويه دايما على البالون دور، هتكون من نصيب مين. اتكلمنا عن بعض الاخبار العالميه، ولكن اكيد احنا كل تركيزنا واهتمامنا رايح نحو المنافسه المحليه على لقب الدوري. خلونا نروح سريعا الى الاسماعيليه مع زميلنا العزيز شريف عادل، ويقول لنا يا اخر الاستعدادات عند النادي الاسماعيلي قبل اللقاء المرتقب الاسماعيلي والزمالك هيكون ايه. صباح الفل عليك يا شريف. اكيد مباراه ختاميه للنادي الاسماعيلي في بطوله الدوري العام امام نادي الزمالك. يمكن الاسماعيلي بيستعد لهذه المباراه منذ فتره ليست بالقليله، منذ اكثر من شهر طبعا بعد انتهاء المباراه الاخيره الاسماعيلي كانت امام الجونه. الفريق اخذ فتره راحه لمده اسبوعين ثم عاد لاستئناف تدريباته من جديد استعدادا لمواجهه الزمالك. للحديث عن هذه المباراه معانا اثنين من نجوم النادي الاسماعيلي القدامى، الكابتن بشير عبد الصمد والكابتن سيد توفيق. هنتكلم معاهم في كل اجواء واحداث المباراه. كابتن بشير عبد الصمد، يعني في البدايه بنرحب بحضرتك، شايف حضرتك مباراه الاسماعيلي والزمالك ازاي والدوري العام بقى بشكل عام بعد نتائج المباريات امبارح؟ والله يا مباراه الاسماعيلي والزمالك مباراه قويه طول عمرها على مر التاريخ، بتبقى مباريات قمه التنافس وبتبقى مباريات حاسمه
النادي زي الاسماعيلي استعد استعداد جيد، انا متابع الاستعداد، يعني نقدر نقول النادي الاسماعيلي مركز في الماتش وعامل حسابه من بعد فتره الاجازه اللي خدها وهو بيعد على اعلى مستوى. نتمنى طبعا، لان طبعا في الصفقات وفي غياب بعض اللاعيبه ده اللي هياثر، وده اللي قال جمهور الاسماعيلي ان غياب بعض اللاعبين هياثر على الفرقه. نتمنى ان شاء الله ان المباراه تكون تنافسيه كعادتها. نادي الزمالك نادي عريق بيطمح في المنافسه على البطوله، هينتظر نتائج نادي الاهلي، لان لسه الدوري ما حسمش برضه، مرتبط بنتائج نادي الاهلي. لو نادي الاهلي فاز على المقاولين هتبقى الظروف صعبه بالنسبه لنادي الزمالك. امبارح امس مباراه قويه، النادي الجونه قدم مباراه جيده جدا، حقق الفوز. اعتقد ان وضح غي تاثير حراسه المرمى على نادي الزمالك، التعادل التعادل وكده. فنتمنى ان شاء الله المباراه انها تكون كعادتها دايما قمه الكره المصريه، مباراه الاسماعيلي والزمالك. نتمنى ان شاء الله انها تكون في روح تنافسيه تتسم بالنديه وتتسم بالكفاح وبذل الجهد والعطاء. ونادي الاسماعيلي معودنا دايما ان هو بيقدم مباريات قويه قدام نادي الزمالك، وده طموحنا وده اللي مستنيينه من نادي الاسماعيلي باذن الله. كابتن بشير، من وجهه نظر حضرتك مباراه الاهلي هيخلص في مباراه المقاولين ولا ممكن يكون في حسابات تانية في هذه المباراه؟ والله يعني المباراه هتبقى مباراه صعبه، وماتش المقاولين بالنسبه للاهلي ماتش صعب. انا شايف ان حسم النتيجه هيبقى قبل ماتش الاهلي والزمالك، يعني في ماتش المقاولين احتمال كبير جدا الاهلي يفوز بالبطوله. يعني كابتن سيد توفيق بالتاكيد واحد من نجوم النادي الاسماعيلي السابقين في حراسه المرمى، شايف حضرتك الرؤيه ازاي بقى او تقييمك لحراسه المرمى بشكل عام مباراه الاسماعيلي والزمالك؟ هو طبعا مباراه الاسماعيلي والزمالك المباراه ديت يعني من قديم الازل هي مباراه قويه ومثيره، ملهاش يعني هنقول ايه مقاييس محدده، ولكن السنه دي بيختلف في الوضع فيها، ان طبعا الزمالك بيلعب على نهائي البطوله، او طبعا نقاط عنده ماتشين الاسماعيلي والاهلي، والاسماعيلي طبعا في وضع وسط هنقول وسط الدوري، فطبعا ده تاثير. يمكن الزمالك يبقى بالنسبه له مباراه صعبه، ضغط مضغوط اكتر، لان طبعا بيلعب على ثلاث نقاط غاليين، خاصه ان هو بالنسبه له ان الاهلي ماتش الاهلي والمقاولين، فبيحط كل الاحتمالات الموجوده، وعنده طبعا النهائي بالنسبه للزمالك والاهلي. لكن طبعا الاسماعيلي بالنسبه له المباراه ديت تجهيز وتحضير، ولكن ما فيهاش مقاييس، ما فيهاش كلها تحدي، فيها قوه، فيها اراده. طبعا زي ما قال الكابتن بشير، الناس يمكن قلقانه بالنسبه للاسماعيلي وتجهيزاته للفتره القادمه والغيابات، ولكن فيها طبعا الاسماعيلي بيتميز بجديد، سواء عناصر جديده او اللي هم القدامى اللي خدت بالك، فبالتالي في هنقول ايه، في تركيز بالنسبه للمباراه الكبيره باذن الله. بالنسبه لحراسه المرمى انا شايف، خدت بالك ان طبعا ايه، في ثبات بالنسبه خاصه من نص الموسم نادي الاسماعيلي بالنسبه لمحمد فوزي، اداؤه هنقول كان كده كانش موجود مع الاسماعيلي بالظبط، فهو ما كانش فيه تاثير بالنسبه زي الزمالك طبعا كان تاثر كتيرا بجنش، وكان طبعا ليه تاثير كبير جدا في تحول نتيجه امبارح كان تعادل. ولكن انا عاوز برضه اقول ان عمر رضوان عمر صلاح من حراس الجيدين، ولكن خدت بالك المشكله ان ضغط المباراه نفسه ليه تاثير. نادي الاسماعيلي طبعا بالنسبه لمحمد فوزي، اصبح اخذ الثقه، كان بدا بدايه هنقول معقوله متوسطه، ولكن وقت زاد الثقه واصبح ليه ثبات في الملعب وفي طول. طبعا وجود عواد بيبقى اضافه للاسماعيلي، ولكن طبعا الوقت شيء طبيعي ان فوزي هو اللي راكب وهو اللي ماشي، وعواد طبعا ده ابن ابناء الاسماعيلي. كابتن بشير، رساله حضرتك الاخيره لجماهير نادي الاسماعيلي، خاصه انهم متخوفين بعض الشيء على الفريق بشكل عام، خاصه ان الكلام كتير على اكتر من لاعب الفتره الاخيره. هي دي الحقيقة، يعني مشاعرهم من حقهم، لأن احنا كلنا قلقانين. نادي الإسماعيلي مطالب دايما بالمنافسة، يعني ما بيبقاش داخل بس مشاركة زي السنة اللي فاتت، لا، مطلوب منه المنافسة، مطلوب منه دايما يبقى من فرق القمة، فبالتالي المسؤولية كبيرة عليهم. الله يعينهم الجهاز الفني والإداري، ونتمنى إن شاء الله من مجلس الإدارة دعم الفريق وإن هو يحل المشاكل في أسرع ما يمكن، وهم جادرين بحل المشاكل، معنا إدارة بتبذل أقصى جهد. قدامنا مشاكل متولي وعواد تحل بإذن الله، سواء أيا كان بقى، لأن دي عرض وطلب، لكن الأهم إن احنا نقدر نجيب أفارقة متميزين يصنعوا الفارق
لينا مع في الدوري. اتمنى ان شاء الله من الاداره انها تحسم الامور ديت باسرع ما يكون على اساس نادي الاسماعيلي يبقى جاهز للمنافسه على البطوله في اسرع وقت. توفيق يا كابتن الشيخ. شكرا. يمكن دي كانت لقاءاتنا مع اثنين من نجوم النادي الاسماعيلي القدامى، الكابتن بشير عبد الصمد والكابتن سيد توفيق، والان عوده من جديد والعبها صح. زميل العزيز شريف عادل بشكرك شكرا جزيلا من الاسماعيليه، دايما الاسماعيليه واخبارها مميزه معك شريف عادل، نشكرك شكرا جزيلا. طيب نروح لفقرتنا الاخيره في المقدمه وهي فقره السؤال والجواب، اسئله حضراتكم بتسالوها واحنا علينا نجاوبها، ونبدا بالسؤال الاول. اول سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا، واحد كان من نجوم الدوري المصري الموسم اللي فات ولكن لسه الموسم ما خلصش واصبح في تغيرات في مصيره، ايه هو مصير كهربا في الموسم الجديد؟ محمود كهربا نجم الزمالك اصبح قريب من التوقيع لفريق ديسبورتيفو افياس البرتغالي، اللاعب تلقى مكالمه من انياسيو المدير الفني للفريق واللي سبق وتولى تدريب الزمالك خلال الساعات اللي جايه في جلسة قد تشهد توقيع كهربا. طبعا إنياسيو كان واحد من المدربين اللي كان في صفوف أو على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك، ممكن تكون دي حاجة بتقرب فعلا كهربا إنه يكون موجود تحت قيادة مدرب كان يعرفه قبل كده. بالتأكيد طبعا كهربا في البرتغال أو تركيا هو كان محتاج الفترة إنه يخرج فيها بره مصر، ولكن لسه الزمالك متمسك بلاعبهم كهربا وشايفين إنه لسه عقده ساري مع الفريق، عكس كهربا اللي شايف إنه عقده باطل مع الزمالك. المشاكل دي والأمور دي هنشوفها هتروح لحد فين في الأيام القليلة القادمة. في النهاية إحنا عايزين نشوف كهربا في الملعب بالشكل القانوني والرسمي والصحيح للاعب وللنادي اللي بيلعب فيه. كل التوفيق لمحمود كهربا وكل التوفيق طبعا لنادي الزمالك. طيب ماني بعد ما وصل نهائي كأس الأمم الأفريقية إمتى هيوصل لتدريبات ليفربول؟ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قال إن موعد عودة ساديو ماني لتدريبات الفريق هيكون يوم 5 أغسطس الجاري أو القادم، وقال ثلاث لاعبين سيعودون للفريق قريبا جدا هم محمد صلاح وفيرمينو أليسون باكر الحارس المرمى. كل التوفيق لليفربول، تأكيد 5 أغسطس هيكون ليفربول فريق كامل تماما، كل اللعيبة بتستعد للموسم الجديد بعد وصول ساديو ماني لتدريبات الفريق. ده بالنسبة أكيد لساديو ماني ومحمد صلاح ومشوارهم مع فريق ليفربول، مشوار أكيد كان ناجح على عكس جاريث بيل مع ريال مدريد زي ما أنا وكريم كنا بنتكلم. هل هيترك جاريث بيل ريال مدريد وهيرحل عنه مجانا؟ فذكر برنامج الشرينجيتو الإسباني الشهير إن الوجهة الأقرب لجاريث بيل نجم ريال مدريد في الانتقال للصين مجانا وبدون مقابل مادي، وهو ما وافق عليه النادي الملكي للتخلص من الراتب الكبير للاعب. تقارير بتقول إن هو ممكن يكون في باريس، وتقارير اخرى بتقول ان هو ممكن يذهب الى الصين، واللي بيروح الصين مش بيرجع يلعب تاني في اي دوري اخر. اللي بيروح الصين بيختفي. يعني بيروح الصين بيختفي، بتختفي عنه النجوميه، ولكن اللي بيروح الصين بيبقى هدفه الاول والاخير هي الامور الماليه. بالتاكيد جاريث بيل في المستوى اللي هو وصل له حاليا ربما يفكر في هذا الامر في الفترات القادمه، ولكن لو هو لسه بيفكر في الكوره فاكيد عرض باريس سان جيرمان هيكون عرض افضل، لكن بالتاكيد مش هيكون عرض مادي افضل من العرض الصيني. بالظبط كده، هنشوف جاريث بيل هيقرر ايه، هيقرر ان هو عايز يستكمل لسه مشواره الاحترافي ويثبت لمجلس اداره نادي ريال مدريد وكمان الجماهير ان هو كان في مشكله بس في النادي وان هو ممكن يتفوق في نادي اخر، ولا هيفكر بس في حسابه البنكي ويشوف هيعمل ايه ويوصل لفين، ولاني اعتقد الموضوع مش محتاج وهو كمان لسه يقدر يعطي في الملاعب اكتر واكتر. مشاهدينا خلونا نبتدي بقى اولى فقراتنا ونبتدي نتكلم فنيا عن اللقاء اللي تابعناه امبارح وكل ما يخص الدوري المصري في الفتره اللي جايه والمسابقه المحليه واكيد كمان منتخبنا الوطني. هينورنا بعد هذا الفاصل لواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين الكابتن هشام يكن، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، واحد من كبار شخصيات نادي الزمالك على مر التاريخ، انا بتشرف شخصيا ان انا موجود معاه النهارده، يقول لنا
حال نادي الزمالك، موقف نادي الزمالك في الدوري، هل الدوري انتهى بالنسبه للزمالك، ايه اللي حصل في مباراه الامس امام الجونه، ازاي الزمالك ظهر بمستوى فني ما كانش متوقع في هذه المباراه. الكابتن الكبير كابتن هشام يكن ضيفنا في العبها صح. صباح الفل يا كابتن هشام. صباح الخير يا كريم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، مشرفنا حقيقي ومنورنا. انا اللي سعيد جدا طبعا، ودايما بالتوفيق هنا ان شاء الله. اشكرك يا كابتن هشام. حبيبي الله يخليك. طيب امبارح الزمالك كنا مستنيين مباراه تبقى سهله على الزمالك، الزمالك يكسب المباراه، الزمالك محتاج 3 نقاط، قلنا الزمالك ما ينفعش يخسر اي نقطه عشان يكمل المنافسه على الدوري. ايه اللي حصل امبارح؟ لا هو يعني لو هنتكلم على ظروف المباراه، يمكن المباراه كانت الشوط الاولاني الفريق الجونه كان مستحوذ على الكره اكتر، الشوط الثاني نادي الزمالك قدر يعدل من اسلوب لعبه وابتدي عمل هجمات، ابتدي احرز هدف، لكن طبعا كل حاجه لازم يبقى ليها تخطيط. يعني التخطيط مش بس مجرد مباراه بتتلعب جوه الملعب، لا التخطيط بره الملعب كمان. صحيح. يعني التخطيط من بره مهم جدا، انك انت عارف ايه اللي ممكن تقراه جوه الملعب وتقدر يبقى البديل بتاعك موجود علشان يقدر يدعمك بالشكل اللي انت عايزه، بالنتيجة المرضية اللي انت عايزها. صحيح. فطبعا الحاجات دي كلها لازم تدرس قبل لقاء زي ده، مهم جدا، وانت بتستعد لهذا اللقاء من اكتر من 40 يوم، 45 يوم. يعني سافرت قبرص، عملت مباريات، يعني الشكل العام انك انت تستعد لهذه المباراة بهذا الوضع فانت ما درستهاش صح. صحيح. تاني حاجه النهارده يعني المدرب كان لازم في التغييرات يكون حريص جدا ان هو مش مجرد ان في حد بيضغط او حد بيتكلم او حد بيقول او 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 كلام من ده، ان انا اسمع هذا الكلام، لا انا اشوف احساسي كمدرب التغييرات السليمه اللي انا شايفها ممكن تؤدي للفريق للمكسب هو ده اللي بيتم، لان هو المدرب ده عباره عن ايه؟ بينزل الحاجه اللي هو حاسس بيها وبيشعر بيهم، لان هو شاعر بالتدريب بتاعهم، شاعر بالمجهودات بتاعتهم، شاعر بمين اللي فيهم يليق للمستوى الفني في المباراه زي دي علشان يقدر يحقق ال3 نقاط المهمين جدا، لان المباراه امبارح مباراه مصيريه، يعني المباراه دي هي مربط الفرس وهو الدوري. صحيح. فخالد لما جه لعب هذه المباراه والتغييرات اللي حصلت ما حسبش الموضوع صح، عمل التغييرات فقال لك ايه، انا ادافع. طيب انت عندك فرقه قدرت توصل ليك للشوط الاولاني اكتر كتير من مره. صحيح. وعندهم سرعات عاليه وعندهم الاول عندهم حاجات كتير جدا تساند ان هم يكونوا ضدك بشكل قوي. جهاز فني كله اهلاوي. وده شيء طبيعي ان احنا بنتكلم كواقع. عنده حافز اضافي، يعني حافز فرقته الجونه وحافز كمان انه يساعد الاهلي. النهارده طبيعي. اذا كان في اي نوع من انواع، عندهم مجموعه لعيبه بتمثل فريق الجونه كلهم من ناشئي النادي الاهلي. صحيح. فاوريدي الدافع الاخر، الدافع الاقوى والاقوى ان كل واحد فيهم عايز يثبت وجوده في الدوري الممتاز علشان ينتقل الى نادي اعلى واعلى. بس كل ده لا يعيب نادي الجونه، تتفق معايا يا كابتن هشام؟ يعني كل ده ما يعيبش نادي الجونه. لا بالعكس. نادي الجونه عمل الصح. صحيح. ده احنا مش بنتكلم على ان هم مخطئين، انا بقول لك ايه الحوافز اللي صحيح. اشتغلت. انا ما بقللش صحيح. من نادي الجونه، بل صحيح. بالعكس انا بكلمك بقول لك ايه، نادي الجونه جهازه نادي الاهلي، يعني حسام غالي ورضا شحاته. رضا شحاته يعني عايز تقول ايه، مثلا كانوا بيلعبوا بالترسانه ولا مش واخد بالك؟ لا طبعا، لا الاثنين النادي الاهلي، واكيد ان هم هيلعبوا بجد علشان حتى لو ما لهمش مصلحه هم كاشخاص ليهم مصلحتهم كنادي الاهلي والجماهير وواجبهم ناحيه ناديهم. مظبوط. شيء طبيعي. مظبوط. ان هم هيحاولوا ان هم يعطلك، ما انت عارف انك انت نازل قدام الناس دي. وده ما نعيبهمش في حاجه، ناديهم وهم بيشجعوه. انا فاكر في 2009 كابتن هشام وهتفتكر معايا، 2009 كان ماتش لطلاع الجيش قدام الاهلي اللي سجل فيه احمد فتحي هدف الفوز في اللحظات الاخيره، كان الجهاز الفني بقياده الكابتن فاروق جعفر. طلاع الجيش لعب اقوى مبارياته في الدوري قدام الاهلي، وكان حق طلاع الجيش انه يطلع بهذه المباراه بشكل قوي.
وده شيء يعني يجوز، لانه صح. يعني مش من حقك انك انت تيجي تقول له اصل انت عشان انت اهلاوي. لا ما هو اهلاوي مظبوط، وانت لسه هتقول له انك انت اهلاوي، مش محتاج يخبي ومش محتاج يقول ان هو محايد. طبيعي شيء طبيعي. انت نازل، انت ما درستش الحاله النفسيه قبل ما تدخل المباراه. مظبوط. فانت دخلت بصيت لقيت وجيت لقيت الدكه نادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده بينزلوا كمان وبيغيروا من نتيجه المباراه. ابن ياسر ريان، احمد ياسر ريان، يعني ضاع شبراوي كمان هدف. كل الحاجات اللي تخليه ان تلعب المباراه لازم تكون عندك سهل. تاني حاجه العصبيه اللي كانت موجوده، ودي ادت الى ان الـ 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 الهزه داخل فريق نادي الزمالك. وده برضو من ضمن الحاجات اللي المفروض ان انا اي مدرب بيغرس الحته دي في اللعيبه، ما تتعصبش اثناء مباراه مهمه جدا. صحيح. يعني عشان ممكن ارجع لاخر ثانيه من المباراه اقدر اجيب هدف واتنين، لان صح. في قبل كده مباريات اتعملت قبل كده ليها اهداف، ان انا النهارده دخل فيها جون بيديك الحافز الاقوى انك تشتغل. واذا كان كده عملها النادي الاهلي مره قبل كده اكتر من مره. صحيح. ان هو اكتر من هدف جابه في الدقيقه العشرة. وكان ممكن يسمح لك الحكم انك انت تعدي دقيقه او دقيقتين لاصابه لعيب وقع، فكان ممكن يحصل الحاجات دي وترجع للمباراه تاني. فالعصبيه اللي تولدت مع الطرد اللي حصل ادى طبعا لاهتزاز الفريق. يبقى انت النهارده ما عدتش الفرقه كويس. انت جبت اللعيبه من موقف وحطيتهم مره واحده، اظهرتهم مره واحده في المباراه، انت بعدت اللعيبه عن الموقع الحدث ورحت اخذتهم في حته يتفرغوا للهدوء وليس للشحن المعنوي للدوري، انك انت تعيش لحظات مهمه جدا. لكن لازم تقعد في الدوري ولازم يقعدوا في اوتيل هنا هو موجود. المصاريف اللي اتدفعت والكلام ده كله كانت لهذه المباراه. صحيح. يعني فكل الكلام ده كله احنا ما بندرسش الواقع بتاع كل موقف، فعشان كده بيحصل اهتزاز في الشكل العام. وتيجي تقول ايه اصل هم سبب، لا انت مالكش دعوه بيهم، انت فرقتك فين؟ صحيح. ادائك فين جوه الملعب؟ صحيح. فرقتك انت اللي بتحط التشكيل مش هم اللي بيحطوا التشكيل. صحيح. انت اللي بتحط الجاهزين مش هم اللي بيحطوا الجاهزين. مظبوط. هم بيلعبوا على اخطائك انت. عالجت اخطائك الدفاعيه؟ لا، ما حصلش انك انت عالجت الاخطاء الدفاعيه. والدليل على كده ان معظم الاهداف اللي جت بتيجي من خلف منطقه الجنبين من يمين او من الشمال. طب كابتن هشام، نقطه الدفاع دي عايز اقف عندها تحديدا. دفاع الزمالك حتى مع كريستيان جروس كان دايما بيبقى فيه حاجه وفي ثغره مش مفهومه. انت بتتكلم في حمدي النقاز مدافع دولي، صحيح ما شاركش مع تونس في هذه البطوله، بتتكلم في الونش ومحمود علاء الاثنين موجودين مع منتخب مصر، وبتتكلم مع حتى في وجود عبد الله جمعه اللي عامل موسم رائع جدا. كان دايما في مشكله في دفاع نادي الزمالك، رغم احنا بنتكلم كافراد الافراد كويسين او اسماء كويسه. لا أنا لا أقلل من نجوم نادي الزمالك، الونش ومحمود علاء كلهم لعيبهم مميزين. المشكلة كلها في حاجة واحدة، أنت علمتهم إيه؟ اللعيب المميز بيبقى عنده صفات وبيبقى عنده جزء مهم جدا، إلا لو هو بقى يعني ملاك. صحيح. مفيش لعيب في العالم طبعا ما عندوش أخطاء. طبعا كلنا بنخطأ، كلنا أخطأنا. صحيح. مفيش أي مشاكل من الحاجات دي، لكن تقلل حجم الأخطاء هو ده المطلوب. ده شغل المدرب. يعني لو انا النهارده بخطا 70 مثلا 30% اقللهم لغايه ما اخطا 5%. صح. فده هيسبب ان ما يبقاش عليك ضغوط كتير جدا على الفريق. لكن تعال نبص للجونين اللي دخل. هم اتلعبوا من انهي جهه؟ من الجنبين اليمين. صح. ظهر الباك ليفت. يعني انت شايف ان في فجوه بتحصل وفي سرعات عاليه، ومدي دور مهم جدا لبهاء ان هو يخش هو النقاد هجوميا. تقصد هجوميا ويقوموا بالدور الهجومي وان هم يعملوا الكورسات. فتيجي تبص تخطيط هذا المكان، بيحصل فجوه ما بين السردباك والباك ليفت، فعشان كده بتتلعب في المكان الفاضي دايما. يبتدي يتجه، التخطيه بتاعه اللعيبه مش مظبوطه لانها ما فيهاش تسلسل. في التسلسل في الحركه نفسها ودخول، وابتديت مع عمليه التغطيه الثانيه من السيرد باك الثاني والتغطيه الاخيره من الباك رايت. صحيح. الحاجات دي كلها تيجي تبص لتغطيه الباك رايت هتلاقي حمدي النقاد عنده خطأين دايما موجودين، لا ولا بيعرف يلعب هيدرز ولا بيعرف يطلع الكرات اللي جايه العكسيه بشماله. دي نقطه مهمه جدا يا كابتن هشام.
وده الجول اللي دخل بالبتاع، وتعالى شوف لاكتر من هدف هتلاقي دايما حمدي النقاد بيوصل متاخر في 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 التغطيه الاخرانيه، ودي صفات موجوده مفروض انها تبقى في ظهري. يعني انت شايف حضرتك ان المشكله الدفاعيه اللي دايما بيواجهها الزمالك بتيجي من ظهري الجنب، اخطاء ملهاش، انا ما بقولش علشان يبقى مش اخطاء فرديه، الاخطاء بتيجي من خطا من التدريب نفسه صح. وليس من اللعيب، اللعيب بيعمل اللي عليه عايز يأدي ويموت نفسه جوه الملعب بيعمل اللي عليه، لكن التمركز تصحيح الاخطاء في التمركز هو ده المشكله اللي احنا بنعاني منها صحيح. محدش فاهم فيها اي حاجه، محدش بيشتغل عليها فعشان كده دايما تيجي تبص تلاقي ايه الاخطاء اللي بتيجي متكرره نتيجه الوضع ده صحيح. تعال نشوف الامور الثانيه مثلا الناحيه الهجوميه طيب دورهم الدفاعي هنقول خلاص عدينا، نبص للدور الهجومي، انت حاطط اتنين مفروض ان هم كورساتهم طبيعي تشتغل، طيب في ماتش زي ده مفروض ان انا ادعم الناس دي بايه؟ بشخص يبقى واقف على طول صح، يعني ما ينفعش يبقى ان عمر السعيد يبقى وحده. لوحده صحيح. وبعد كده انت حاطط محمد ابراهيم واوباما وزيزو وزيزو التلاتة بينزلوا على الكوس تحت صح، يعني دخولهم ما بيخشوش في منطقة الجزاء إلا لما تتلاقي بحاجة عرضية تزحلق يعمل عليها تاكل الكلام من ده، لكن كروسات الهيدرز والحاجات دي كلها محتاجة لازم تحط لها عنصرين تانيين، أو اللعيبة دي تقدر تخش الصندوق في لحظة العرضية بالظبط الكرات العرضية اللي اتعملت كلها رايحة بالعرض مش رايحة لحد صح، عمر سيبي بقى لوحده وفي عدد كبير من مدافعين الجونة موجودين في المنطقة بالظبط، والتمركز بتاعنا في الكرات العرضية اللي هي فيها التحامات قوية في الهواء احنا ضعاف فيها قوي صحيح، يعني ما خدناش لما تيجي الكرة التانية ما هتلاقي حاجة غير هي يمكن لعبة واحدة اللي اتعملت، طيب الكلام ده كله اقوم احط اللعيبة كلها تحت ال 18 لا وكمان بتطلع عمر السعيد بالظبط، وبعد كده رحت مطلع عمر السعيد واتطرد لك اوباما من الملعب والبودلة بتلعب على الونجين، يعني انت اوريدي يعني عشان تحط جنب الباكين ونجين تنين يعملوا ايه؟ او يعني في النهايه النتيجه هتبقى ايه وهو مفيش حد في الصندوق؟ مفيش حد في الصندوق صحيح. فانت ما بتعملش الكورسات، وخصوصا انك انت يعني الدخول جوه الملعب كان قليل جدا لان الكرات اللي هو اللي بيلعب بطرفين الملعب ده لازم يكون عنده عنصر زي مين؟ زي انا شايف عبد الله جمعه رائع ان هو ممكن لو لعب جنب اليمين ناحيه اليمين بشماله عنده السرعات والاحتكاك ان هو يقدر يخش ويقدر يعمل وده مركزه الحاجات اللي هي فيها سبلينج في الجون صح، الحاجات دي انت ما شفتهاش صح. يعني الحاجات دي كلها ما شفتهاش، ثاني حاجه انت مخلي محمد ابراهيم في الحته دي هو ما بيلعبش لبره صح، ومحمد 10 10 بسرعه لعب انت قاتله بوجوده مع اوباما صح. لازم محمد يا اوباما ايه؟ يا ده بالظبط لازم عشان محمد عنده حته الابداع في الكوره موجوده واوباما نفس الدور برضو بيقوم بيه بالظبط، فانت حاطط الاثنين فمش حاسس بانك انت عندك زياده عدديه في الهجوم فطبعا الحاجات دي كلها مأثره على شكل التيم وعلى الخطه، يعني انت النهارده اللي خسرت مش الناس هي اللي كسبتك انت اللي خسرت نفسك لهذه المباراة لأن كان المفروض أنك أنت تقراها بجيم أحسن من كده. تاني حاجة الضغط العصبي على اللعيبة دي الحاجات اللي هي اللي سببت امبارح التعادل بالظبط التعصب الضغط العصبي أن اللعيبة بقت حاسة أن عليها ضغوط جامدة جدا هي والمدرب النهاردة تيجي تبص المدرب أكيد أنا أراهن أن كان قاعد بيفكر المدرب في أنه هيسمع كلام مش مظبوط بعد المباراة ضغط كبير عليه فأكيد طبعا وإنه بتاع ده وهيمشي وهيحصل تعديلات وهيحصل 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 مش ممكن أبدا أن أنا أبقى مدرب شغال في الملعب وأنا حاسس أن في حد ضاغط عليا يعني لازم ألعب وأنا أكون حر التفكير أمال أبقى مبدع إزاي كمدير فني صحيح أو هشتغل بتاع ده أنا حاسس أن في ضغط على طول وارد أنه أصيب أو أخطأ يعني ممكن أصيب أو أخطأ بالظبط الكرة واردة فيها كل حاجة بس صحيح.
الابداع دايما بيجي نتيجه ايه؟ الحريه، الحركه في الفكر. لكن انت بتنزل الملعب تحس ان يا فلان بره، يا ما اعرفش يا جوه، معقوله هنقعد نشتغل الشغل ده تاني؟ هل الشغل ده هيجيب نتيجه؟ ما جابش نتيجه، جاب نتيجه عكسيه. جاب نتيجه عكسيه في الخناقه، في العصبيه، في الضرب بتاع اللعيبه. يعني انا امبارح النهارده لو اي واحد موجود في الاتحاد او البتاع الكلام من ده لو موجودين النهارده لازم ايقاف لناس كتير جدا يعني بما فيهم الحكم. صحيح يعني. طيب كابتن، امبارح الجهاز الفني للزمالك كان دوره ايه في المشاكل اللي بتحصل دي؟ هل مثلا الزمالك كان محتاج مدير كوره كان يبقى موجود على الدكه يبدا يقول اللعيبه اهدوا شويه، احنا لسه المباراه فيها شويه وقت، ركزوا؟ عشان احنا برضو حسينا انه الجهاز الفني ما تدخلش في هذه المشاكل، يعني ساب اللعيبه تخش في المشاكل دي، وفي النهايه خسر اوباما في مباراتين قادمتين، وخسر في اوباما في مباراه الامس، يعني خسر قدام الاسماعيلي والاهلي، وخسروا كمان فيما تبقى من وقت امس. بص احنا مش محتاجين في الظروف دي لمدير كوره. مدير كوره لمين؟ مين اللي هيجيب حق مدير؟ اذا كان في عنصر فرد واحد يتحكم في هذا الكلام. فما بقاش يعني مش عايزين نقول كلام ونقول مش ده الفعل، لا مش هيحصل. ولا حد يقدر يسيطر، لان من صفات مدير الكوره الحزم. الحزم مش مع اللعيبه كمان، ومع الاداره. الاداره انا اجيب حق اللعيبه. يعني كان في ناس قبل كده مديرين كوره، يعني مثلا الله يرحمه كابتن احمد رفعت. طبعا كان رائع جدا رحمه الله، كان حازم جدا، وكان ليه شخصيه وموقف، وكان في هبه جامده، انت فاهم، اتجاهه لمجلس الاداره وهو بيتعامل معاه من اللعيبه بالظبط ومع اللعيبه. ففي كان صرامه في اوقات كتير جدا. الحاجات دي كلها ما بتتواجدش دلوقتي. النهارده مدير الكوره بيظهر الى كلام المجلس الاداره، ويتم يقول لك انا هخصم منك لو ما كنتش هتعمل ما اعرفش ايه اللي هم عايزين. الله، طب لا انا مش بوصل رساله، انا مش جايب واحد بتاع جوابات. مش عشان يوصل لي رساله من هنا لهنا وما اعرفش ايه والكلام من ده، لا لا لا. الحاجات دي مفروض ان شخصيه مدير الكوره هي شخصيه حازمه في قراراتها، يعني بيكون لصالح التيم وليس لصالح اشخاص. صحيح. فهو ده مدير الكوره، دوره في الملعب لازم يكون عنده حزم مع اللاعبين، الميقات والتدريب والمواعيد والغيابات والتقصير في العمل والتقصير في واجباته ناحيه فرقته والتقصير في شكله اثناء غيابه عن النادي. الحاجات دي كلها عوامل بيقوم بيها مدير الكوره. صحيح. وفي نفس الوقت بيجيب حق اللاعب من مجلس الاداره بان هو بتاع ده بيخش في حوار ممكن يكون ساخن جدا الى ان يتم ان هو يجيب حق اللاعبين. فالحاجات دي كلها محتاجه شخصيه معينه. انت فاهم، يقود الكلام ده كله، ولازم تكون صاحب نجوميه. لان النهارده انا بقيت اسمع في الوسط الرياضي بيقول لك دلوقتي مش مهم يبقى مدرب لاعب كره، لا مهم جدا ان المدرب يكون لاعب وعنده خبرات طويله. امال هعلم اللعيبه ايه؟ هقول له ايه؟ اقول له انت مثلا تتحركاتك ازاي؟ بمجرد ان انا دارس؟ استحاله ان انا اكون دارس، لازم اكون حاسس، اكون شعرت قبل كده ولعبت نجوميه كبيره في افريقيا او في كاس عالم او كلام من ده. لازم يكون هذا المدرب يكون صاحب افكار كتيره جدا وتجارب، لانه بينقل الصوره بتاعه المواقف اللي بتحصل بينقلها للعيب. لكن انت راجل النهارده ما درستش رياضه ولا لعبت رياضه ولا مارستها باي شكل من الاشكال، عايز تيجي النهارده تقول ان انا ابقى مدير فني مثلا للمنتخبات ولا الانديه ولا ولا ولا. طب بمناسبه المدير الفني يا كابتن هشام، المدير الفني القادم لنادي الزمالك، هل حضرتك مع استمرار كابتن خالد جلال، مع استخدام مدرب اجنبي، مع مدرب محلي؟ شايف الزمالك المفروض يبدا الموسم اللي جاي مين المدير الفني ليه، حتى لو مش باسم اجنبي محلي؟ كابتن خالد جلال. يعني يعني حاجه من الاثنين، يعني نتكلم الصح. يعني نتكلم الصح، ما بلاش الثانيه في كل الاحوال. بالظبط، يعني نتكلم الصح. لا ما فيش حد مدرب يقدر يشتغل بهذه الاجواء مع نادي الزمالك.
اي مدرب يشتغل مع نادي الزمالك هو يتحمل. بس مثلا انا هقول لحضرتك اسمين اجانب عدوا على الزمالك. جوزفالدو فيريرا جه الزمالك وعمل كسب دوري وعمل انجازات المدرب البرتغالي الرائع وعارف ازاي يبدا يستقل بالفريق وعارف يشتغل ازاي فنيا. جروس برضو رغم ان كان في بعض الانتقادات والهجوم عليه من الاداره او من الجماهير، بعض الجماهير حبت جروس وبعض الجماهير قالت لا لازم يمشي جروس، خد معاهم كونفدراليه. ففي النهايه في مدرب هو حسب شخصيه المدرب بكل تاكيد. ولا حضرتك تتكلم لنا بقول لحضرتك اه طبعا إيه؟ الصح ان دايما من صفات المدرب او من صفات مدير الكره لازم يكون صاحب شخصيه. صحيح، لكن هنفقد شخصيتنا وهنقعد نيجي نشتغل لمجرد ان احنا بنشتغل ونبقى قلقانين من الشغل. لا ده ما ينفعش. صحيح، اللي احنا بنقوله دلوقتي انت عايز تجيب مدرب، طب انت جبت خالد جلال. خالد جلال من الناس المحترمه والناس المهذبه وكل حاجه جدا جدا، لكن يعني يعني كان قبل كده في لقاء ويعني اتكلمنا مع بعض قبل كده، يعني نتمنى ان المدربين انهم يشتغلوا في اجواء احسن من كده. ما ينفعش ان احنا نشتغل في اجواء فيها شراسه غير طبيعيه على حاجه مش موجوده في في في, في كره القدم. يعني اللي احنا بنشوفه النهارده ان اهم صفات دلوقتي يعني اللي انا يعني شايفه في بعض الناس تقول لك ايه نادي الزمالك رجع له حقه، حقه فين؟ انهي حق؟ مين ايه الحق اللي احنا بنفتقده؟ احنا بنفتقد اسلوب تعامل. هو ده اللي احنا بنفتقده، اسلوب تعامل ده اللي احنا محتاجينه عشان نقدر ناخد خطواتنا سليمه ونشتغل على هذا الكلام. طب بس مين المدرب اللي يجي الزمالك في خلاص احنا في وضع حالي، وضع قائم، وضع حضرتك شايفه باي وجهه نظر؟ مفيش مدرب هيبقى، اي مدرب هيجي دلوقتي مش هيقبل ان هو يشتغل في الظروف دي. ده يعني يعني بيبقى سوري يعني الشخصيه بتاعتهم ضعيفه. اي مدرب هيجي يشتغل بعد كده في نادي الزمالك هيبقى شخصيته ضعيفه. لانه النهارده انت بتمشي ناس اجبرتهم ان هم يشتغلوا بهذا الاسلوب او هتمشيهم بهذا الكلام، فبتمشيهم نتيجه انه ما حققولكش اللي في دماغك. لا ما ينفعش، انا مش بحقق حاجه لرغبه مجلس اداره، انا بحقق رغبه الجماهير، رغبه الجمهور اللي وقف ورانا وتعبان ورانا بالسنين والسنين عشان خاطر نعمل اسم نادي الزمالك. صحيح، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هي الرغبه في التعامل مع نادي الزمالك. لازم يكون حاسس ان المدير الفني ده جاي ينطلق ملاك، جاي يركب الحصان وهيركب وياخد الفرقه بتاعه، لكن انا اول حاجه طالع وهنزل والتمرين تبص تلاقي فيه 50,000 رجل وبنطلونات قماش داخله على البتاع وجزم خروج والكلام من ده على الملعب. ايه ده؟ انا ما شفتش الكلام ده قبل كده في العالم. مفيش حد بيعمل الحاجات دي غيرنا في مصر. لازم شويه يعني احنا طبعا. طيب انا عايز اخد حضرتك على ما هو او ما تبقى من الدوري. الزمالك قدامه الاسماعيلي والاهلي، والاهلي لو كسب المقاولين العرب خد الدوري زي ما احنا عارفين. الاهلي والمقاولين العرب هي المباراه اللي الزمالك هيفكر فيها اكتر من مباراه كمان الاسماعيلي اللي المفروض هيكسبها وتركيزه كله انه يكسبها عشان يفضل موجود في الدوري الممتاز. مباراه الاهلي والمقاولين هتشوفها هتمشي ازاي؟ حسمت يعني ولا هيبقى فيها كلام؟ اولا انا لا الوم اي فريق اخر بيلعب ضد منافسي، دي مش بتاعتي، انا اللي وصلت النفس لكده، انا اللي اتحمل النتيجه. لكن لما اجي اتكلم على لقاء الاهلي والمقاولين انا ما اقدرش اقول ان هنشوف اللقاء. نتمنى ان النادي الاهلي، طبعا بالنسبه لينا احنا كزملكاويه مش بتكلم كبتاع الزمالكاويه، عايزين النادي الاهلي يخسر عشان الزمالك يكسب الدوري. فلازم يحصل سيناريو. انا مالي بقى النادي المقاولين ان هو ينزل هيلعب بمين او مش هيلعب بمين او هيشيل ده كذا او بتاع ده، مين اللي وصل الموضوع ده للقصه دي؟ نادي الزمالك. ان هو الموضوع كان في ايدك انت اللي اديته في ايد حد تاني. بالظبط، ما تجيش بقى تروح تقول اصل نادي المقاولين هيسيب الماتش اصل عماد النحاس. طب انت مالك وانت عماد النحاس نادي الاهلي، ايه المشكله؟ انت مين مشكلتك؟ هل نادي المقاولين بينافس على الدوري؟ لا. هل بينافس على السقوط لتحت؟ ولا بينافس على مركز في، يبقى ما عندوش اي حافز ان هو يلعب. يعني معنى كده
ان معنى كده ان لقائه مع نادي الاهلي مباراه عاديه جدا هتتلعب بدون ضغط، لان اللعيبه ممكن مش عايزه تتعور على نهايه موسم فخايف. بس بدون ضغط دي ممكن تبقى يعني ضغط على الاهلي مضره للاهلي، يعني لعيبه المقاولين تنزل بقى عايز تستمتع، عايز تقدم اداء كويس، عايزه تشتغل شغل كويس. هينزل يلعب اللقاء بس مش هيبقى بعصبيه. يعني هينزل يلعب المباراه بالنسبه لنادي المقاولين هينزل المباراه بدون عصبيه. لكن انت العوامل اللي كانت موجوده في نادي الجونه تختلف عن العوامل اللي موجوده في نادي المقاولين. المجموعه حتى لو احنا بنقول ان هم اهلاويه وبيلعبوا بلسان نادي الاهلي، الله من حقهم يا عم، انت مالك انت بيهم. صحيح. والناس لعبت لقاء حلو جدا وقتلوا، وممكن كل واحد فيهم ينتقل الى نادي اعلى وبسعر تاني اعلى، وعملوا لقاء جميل جدا بالنسبه ليهم، وده مكسبهم. هو انت عايزه يقعد في البيت مثلا يخسر ويجي مثلا خسران من نادي الزمالك ويحصل منه كده؟ فتصرفه ده بناء على موقفك انت. صح. انت اللي حطيت، لو انت كنت نزلت كسبت وغيرت التغييرات السليمه وعملت بوشنج اكتر بعد ما جبت الجون وما خلدتش فرصه ان ال لا كنت هتتكلم عن الجون ولا كنت هتتكلم عن الجون. اخطاء الوقفات اللي حصل منها، لان الاجوان جت من هجمات مرتده. صحيح. ما انت عارف ان في هجمات مرتده هتحصل. صحيح صحيح. الله. فتيجي النهارده تروح عامل بتاع ده موقف اللعيبه غلط، والتوقيف بتاعك واقفين، والتغييرات اللي حصلت ممكن نتيجه ضغط بدون وعي، وبصيت لقيت نفسك ما بقتش بتلعب بفيرود. صحيح صحيح. فطبعا الحاجات دي، فانا بقول ان نادي المقاولين هيلعب المباراه، حتى لو هيلعبها هيلعبها للشو، اللعيبه تلعب لنفسها طبعا. طبعا. اذا كان في اي حاجه ما افتكرش ان في حته التسيب دي موجوده. اصل هو برضه فكره التسيب دي يا كابتن هشام، هل انت لو كمدرب يعني، وحتى لو انت عندك الرغبه انك تخسر مثلا، يعني اعتراضنا كابتن عماد النحاس من اكثر المدربين احتراما كشخصيه كتدريب طبعا، مستحيل هيروح يقول للعيبه كده. بس فرضا جينا مدرب سين مش كابتن عماد النحاس وراح قال لعيبته انزلوا سيبوا المباراه، كام لعيب ده؟ مفيش مدرب يقدر. المدرب هذا المدرب يبقى ابيض، يبقى طبعا معروف عنه ان هو ابيض. هو هيقول ايه للعيبه وكام لعيبه هيصدقوه؟ احنا بتاع ده مفيش، العالم بتاعنا ده مش موجود عندنا. صح. احنا عندنا مدربين كلهم ناس محترمه طبعا، وبتاع ده المباراه هتنزل اكيد نادي المقاولين هينزل يأدي مباراه بالنسبه لي، لكن برضه شوف الحافز هنا عند النادي الاهلي طبعا، وشوف الحافز عند نادي المقاولين وادرسه، وشوف لقائك الاول مع الاسماعيلي. ما انت النهارده انت بتدور على لقاء المقاولين وهتنسى الاسماعيلي، وانت عندك لسه الاسماعيلي. هاجي لك على ماتش الزمالك والاسماعيلي عشان برضه في كلام مهم يا كابتن هشام. لسه مكملين مع الكابتن الكبير نجم نادي الزمالك الاسبق كابتن هشام يكن، نروح لتقرير عن اراء الجماهير في الشارع عن مباراه الاسماعيلي والزمالك القادمه، ونرجع نكمل كلامنا. شايف مباراه الاسماعيلي والزمالك ازاي من وجهه نظرك، خاصه بعد النتائج الاخيره؟ والله يعني الناس انا حاسس يعني ان الدوري خلاص اتحسن بنسبه كبيره، بالذات بعد ماتش امبارح، لان التعادل مع الجونه خلى الاهلي لو كسب الماتش الجاي خلاص ياخد الدوري. هو ان شاء الله الاسماعيلي يعمل ماتش حلو، بس يعني برضو الرؤيه مش باينه قوي للزمالك. ماتش هيبقى عادي ومن جد وجد، بس يعني الشكل العام بتاع الزمالك لا يصح ان ياخد الدوري بصراحه. يعني ان شاء الله باذن الله احنا عايزين الزمالك طبعا ياخد الدوري مش اشكال، بس عادي يعني طبعا عشان احنا اسماعيلاويه، فان شاء الله يعني الاسماعيلي يكسب الزمالك. احنا نتمنى ان فريقنا هو اللي يكسب، تكون مباراه كويسه ان شاء الله والاسماعيلي هيحسمها يعني ان شاء الله باذن الله. مباراه تعتبر يعني منتهيه، حتى لو الزمالك كسب الاهلي اقرب للدوري بعد التعادل الامس مع الجونه. الاقرب للدوري الاهلي، الزمالك فرط في نقط كتير، تعادل كتير، تغيير المدرب اثر معاهم جامد. احنا عملنا اللي علينا وتعادلنا مع الاهلي وهم ضيعوا الماتش اللي بعده. تمام. الاسماعيلي والزمالك اكيد الزمالك هيكسب. الاسماعيلي كويس يعني لحد الان كويس. مباراه الاسماعيلي والزمالك ان شاء الله يعني بنسبه كبيره الزمالك هتفوق على الاسماعيلي، لان في امكانيات افضل. هي مباراه تبقى كويسه، بس هي بالنسبه للزمالك يعني بتهيألي الموضوع كده انتهى، فهو يبقى ماتش اللي هو يعني تفتيح لعب حاجات جديده تظهر بالنسبه للزمالك او الاسماعيلي عشان الموسم الجديد. فهو يعني بيتهيألي الماتش مش هيأثر قوي يعني بالنسبه للزمالك او الاسماعيلي. اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن هشام يكن عن حال الزمالك، وهل الزمالك ما زال في الصوره في الدوري ام انتهى الامر؟ ده سؤالنا اللي جاي يا كابتن هشام،
ماتش الاسماعيلي ماتش بالتاكيد هيكون محتاج الزمالك فيه تركيز اكبر من تركيزه في مباراه الاهلي والمقاولي. اكيد يعني انا لو مكان المدير الفني انا ما اعرفش حصل تغييرات ولا لسه لحد دلوقتي لسه كابتن خالد جلال مكمل يعني ان شاء الله. ربنا يكون في عون خالد جلال طبعا انا يعني بنشفق عليه لانه بيلعب تحت ضغط رهيب جدا. وطبعا المباراه قادمه مباراه برضو بالسهله اذا كان نادي الاسماعيلي هيحاول يلعب ببعض الافراد او ببعض اللاعبين صغار السن فهذا هيبقى مشكله اكبر لان طبعا اثبات الوجود مهم جدا في مباراه زي دي لان كل واحد بينزل المباراه بيبقى عارف ان ده ليها سعر خلاص صح يعني هذا اللقاء ليه سعر. انا النهارده كلاعب في الاسماعيلي لو هنفترض على فكر اي لاعب هينزل انا هنزل اموت نفسي قدام فلان الفلاني ما هو فلان الفلاني ده نجم كبير صح. لما هاجي النهارده هلعب انا بتشهر وبيزيد المباريات اللي قدام الزمالك والاهلي دايما بتبقى لقاءات للشهره صح. وللتفوق اللاعب ووجوده ورؤيه النادي الزمالك او الاهلي في اللعيب ده بعد كده مستقبليا ان هو ممكن ينتقل في احدى الصفقات. وشفنا الجون امبارح ازاي بيقاتل على المباراه بشكل كبير جدا بالظبط يعني كان واضح من الجون ان هو بالزبط. عايز وانا بقول لك يعني لو احنا النهارده بنتكلم على الجون بقول لك ان امبارح ان هم كانوا بيلعبوا مقاتله لنفسهم يعني اي واحد فيهم امبارح اظهر جديته او كلام من ده هتلاقي انديه كتيره جدا كانت بتشهد هذه المباراه وهتبتدي تفكر في اكتر من لاعب في الجونه ان هم يروحوا ينتقلوا للانديه الاخرى بارقام مختلف. طيب كابتن هشام حضرتك المدير الفني لنادي الزمالك دلوقتي وعندك لعيبه الزمالك داخلين على مباراه الاسماعيلي وبطبيعه الحال كل جماهير الاهلي وجماهير الاسماعيلي وجماهير الزمالك بيتفرجوا على ماتش الاهلي والمقاولين تركيزهم في ماتش الاهلي والمقاولين فبطبيعي اللعيبه كمان هيبقى تركيزها في ماتش الاهلي والمقاولين ازاي تاخد تركيزهم من الاهلي والمقاولين وتقول لهم احنا لسه في الملعب مع الاسماعيلي. لا بص الشغل اثناء مباراه زي دي مصيريه لازم اخلي اللعيبه تركز مع النادي الزمالك اكتر يعني مفروض ان انا اطلع كمدرب مباراه المقاولين يا جماعه والاهلي ملناش علاقه بيها صحيح ده مفروض انك انت ازاي توصل اللعيب للحاله النفسيه اللي يخليه انه ينزل هذه المباراه وهو ناسي ان الخصم الثاني بيلعب في اي لغه مش بينسى كبتاع ده لا بينسى المباراه كنتيجه لكن احنا بنفكر لان ممكن يكون اللعيب قاعد سمع ده جون النادي الاهلي جاب جون ده ما اعرفش ايه هيحصل اهتزازات في مستوى اللعيبه بتاعت نادي الزمالك فانا شايف ان انا دايما ببعد اليومين دول عن مشاهدات التلفزيون عن السوشيال ميديا بدخل اللعيبه في حته مقفوله شويه التدريب من خلال اليومين اللي جايين وبحط كل تركيز ما بين اجتماعات ما بين واجبات اشخاص باجي بقعد مثلا مع خط الهجوم لوحده بقعد مع خط الدفاع لوحده اعيش المعسكر في حاله من التاهب المستمر بدون الرجوع الى السوشيال ميديا او الحاجات اللي هي لازم اقفلها يعني يخلي المدير الفني يقفل الكلام ده كله ويلغي تلفزيونات يلغي تليفونات يلغي الكلام ده كله عشان أأهل فرقتي اللي تكسب لأن هو مكسبه الثلاث نقاط لو أنت عشان تكسب وتكون اجتهدت وعملت فلازم تفكر بهذا الأسلوب بعد كده أفكر في النادي الأهلي صحيح. لكن أنا هفكر في النادي الأهلي النادي الأهلي ممكن يتعادل ممكن يخسر من المقاولين ما يجوز شيء طبيعي اكيد كلنا كزملكاويه نتمنى ان احنا النهارده ان ده يحصل لكن على الواقع هتلاقي المعسكر بتاعهم نفس العمليه لكن انا عايز ابعد لعيبتي تماما الفتره الجايه لان المشاحنات اليومين دول على الشاشات وعلى السوشيال ميديا وعلى 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 وعلى, وعلى كل الكلام ده كله في شحن جامد جدا ممكن ياثر بالسلبي على اللعيبه لان في ناس بتنتقد اللعيبه وكلنا اكيد عايزين بننتقد لان عايزين الفرقه بتاعتنا تبقى احسن ناس عايزين النهارده يبقى خالد جلال ياخد الدوري عايزين النهارده الزمالك يبقى هو احسن فريق صحيح فده بالنسبه لي لكن بالوضع اللي احنا شايفينه قدامنا لازم يبقى في حرص شويه على البطوله فلازم تركز اقفل تليفوناتك وقعدهم 48 ساعه مقفولين عليهم صحيح وركز
هتنزل المباراة، سيب المباراة لما هتجتهد وتشتغل بجد وتشتغل بما يرضي ربنا، هتلاقي الناحية التانية النتيجة عكسية. هتأثر، لأن المعسكر ده وتركيزه و و و وكلام من ده بيؤثر على المعسكر الآخر، بيضغط عليه، فده لازم يكون مجهود. تاني حاجة لازم تعالج بقى الأخطاء اللي موجودة فنية. لأن أنت عندك مباراة حتى لو المقاولين خسر أو تعادل هتعمل مباراة مع الأهلي. هنا لازم تكون داخل سلاحك كله، مش يوم وليلة هتصلح الأخطاء دي. فأنت لازم من دلوقتي بتبدأ تصلح أمورك الفنية، لازم تصلح أمورك الفنية، لازم تهيئ اللعيبة أنها على الأقل تقعد لغاية الدقيقة 100، الدقيقة 100 تلعب بدون ما يعمل مشكلة. امبارح لعيبة نادي الزمالك في خلاف مع لعيبة الجونة عشان جابوا فيهم الجونة، أمال لما تلعب ماتش أهلي وزمالك إيه اللي هيحصل؟ يا خبر، موضوع صعب جدا. بالظبط. طيب عايز أخد حضرتك شوية على النواقص اللي موجودة عند الزمالك اللي محتاج فيها صفقات جديدة في الموسم اللي جاي. مين الصفقات؟ مش شرط الأسماء بس المراكز اللي محتاجها الزمالك في الموسم الجديد. الزمالك بص هو بيفتقد لحاجتين، الظهير الايسر، ويمكن عبد الله جمعه قايم بالدور على اكمل وجه، لكن مش كل المواقف عبد الله جمعه. يعني شايف ان حضرتك ان عبد الله جمعه كظهير ايسر مش مثالي تقصد؟ لا، لعيب كويس كل حاجه، بس انت ما عندكش باك ليفت اصلا في مصر. يعني هو بيحاول يؤدي الدور. اذا ما كانش دخل منتخب مصر في الفتره اللي فاتت يبقى انت عندك باك ليفت؟ لا بالظبط. يعني عبد الله جمعه الموسم اللي عمله السنه اللي فاتت حاجه مميزه جدا ومحترمه وكلام من، بس انا بقول لك مكوناته نفسها تؤهله ان هو يلعب في مركز تاني احسن، اللي هو رايت وينج، اللي هو الجناح ناحيه اليمين. انت فاهم؟ صحيح. يعني انا شايف كده من وجهه نظري ان ده، فانت رايح حضرتك زي الايسر بالزبط. ده اول مركز الزمالك محتاجه. بالظبط. عندك مشكله في خط الدفاع. كل التلاتة اللي موجودين ورا لعيبه هايلين على مستوى راقي، اللي هو الونش، محمود علاء، محمد عبد الغني كمان. بالظبط. عايزين سرد باك. عايزين سرد باك. تمام. السرد باك بيختلف عن ال 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 التلات لعيبه اللي موجودين، لانهم بيمتلكوا مهارات عاليه، بيمتلكوا قوه جسمانيه عاليه، لكن المان تو مان. طب مين في مصر يلعب المان تو مان دي كويس وحضرتك؟ ما انا بقول لك ما فيش، لو كان في كنا لعبنا بيه منتخب مصر. صحيح. صحيح. يعني انت فاهم؟ انت لعبت بمحمود علاء وحجازي، الاثنين لعيبه هايلين، لكن في البوزيشن يختلف عن البوزيشن المساك. يبقى انت محتاج ظهير ايسر و سنتر باك. بالظبط. ماشي. الباك رايت محلوله شويه بعد الشيء لكن اختفت. من هو الباك رايت من منتخب مصر؟ احمد المحمدي وفي انجلترا. اذا كان محمدي انت بتتكلم على واحد لعب 14 15 موسم. يبقى انت ما عندكش باك رايت عشان تقدر تحط البديل لاحمد المحمدي. تمام. مظبوط. تعال نبص لخط الهجوم. مين في خط الهجوم في مصر؟ مين مهاجم صريح في مصر؟ لازم احنا بنقول احمد علي، واحمد علي عنده يعني عدى ال 33 سنه النهارده، وهو افضل واحد. بس انت عندك لعيب في الزمالك معار ممكن تستخدمه السنه الجايه، مصطفى محمد. مصطفى محمد. مصطفى محمد من اللعيبه المميزين، وعلى فكره ده من ولادي. يعني من الولاد اللي كانوا اتمرنوا معايا، وكنت يعني دايما باشيد بيه في حاجات كتير جدا. المشكله الوحيده انه ما خدش لسه ثقته بنفسه جوه الزمالك. يعني ازاي هو افضل لعيب في مصر ومعار؟ لما ده يبقى افضل لعيب في مصر ومعار، يبقى دي مشكله كبيره جدا موجوده في النادي. ايه ليه السبب؟ صحيح. طب ليه ما ادلوش؟ ده حاجه. تاني حاجه الافضليه لازم تتم نتيجه ايه؟ تتم نتيجه تنافس لاعبين مع بعضيها. فين المنافسه؟ مفيش. يعني انا النهارده ممكن يكون مصطفى محمد احسن لعيب دلوقتي موجود في، طب فين المنافس بتاعه؟ صحيح. انت فاهم؟ صحيح. فده يبقى انت عندك بتفتقد الحته دي. يعني حضرتك بتكلمني في مدافع ايسر، ظهير ايمن، ومساك. تعال بقى نبص لايه؟ للايه؟ للخط المهم جدا. المكان بتاع مين؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد رقم 10. عندنا لعيبه كتير في مصر، يعني مش هتكلم على طارق حامد خلاص، لان طارق حامد عمل لنفسه قصه جميله. يعني انت فاهم؟ يعني هو الوحيد اللي ثابت على مستواه الفتره اللي فاتت، وهو الوحيد
اللي شغال بهذا المكان. انت محتاج لعيب رقم 10 في الحته بتاعه محمد ابراهيم اوباما اللعيب ده. مين انت عديت اللعيبه اللعيب ده بتاع المكان ده ازاي؟ فين فين الاعداد اللي انت تعد لاعب بهذا المكان يكون بصفاته؟ عبد الله سعيد ظهر كان بمستوى في الدور الاولاني في الدوري مع فرقه بيراميدز من احسن اللعيبه اللي موجوده في هذا المكان، ومن اختفى في الفتره اللي فاتت يمكن في اثناء البطوله يمكن كان دوره ما كانش باين، لان لو كان دوره موجود او بشكل واضح كان قدر يوصل منتخب مصر. طيب مين اللعيب اللي غير عبد الله سعيد ممكن تحطه رقم 10 في الزمالك؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم اه تمام. كابتن هشام يكن انت حضرتك شرفتني ونورتني، وعايز اسالك سؤال في الاخر في اجابه في كلمه واحده. الدوري عارفني اسئله. الدوري يحسم الاربعاء ام الاحد؟ اتمنى انه يعني يوم الاحد. اتمنى يوم الاحد ان شاء الله باذن الله، لكن التمني الواقع الواقع بيقول احتمالات يعني متساوي 50-50. كابتن هشام شرفتني ونورتني. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز كابتن هشام يكن نجم الزمالك الاسبق. لسه مكملين فقراتنا مع حضراتكم. الزميله العزيزه مريهان عمرو تستضيف زميلنا العزيز سعيد علي بعد الفاصل. بالتأكيد المنافسة في الموسم دوت على درع الدوري كانت استثنائية وكمان مستمرة لغاية ممكن آخر جولة في الدور الثاني، ودي حاجة بمثابة متعة كبيرة جدا لكل محبي ومتابعي الدوري المصري. امبارح تابعنا لقاء كان لقاء مهم وأكيد نتيجته ممكن تكون مؤثرة وبتحسم اللقب إلى حد ما إلى فرد من أفراد القمة في الدوري المصري، ولكن كل حاجة لسه بالورقة والقلم متاحة. امبارح مباراة الجونة والزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي، وأكيد هيكون لنا فرصة نتكلم بشكل أكبر عن هذا اللقاء وكل ما هو قادم في الدوري المصري، وكمان الاستعدادات الموسم اللي جاي ممكن تكون عاملة إزاي مع الأستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريدة الدستور. صباح الفل على حضرتك. صباح النور عليك. منورنا. امبارح تابعت ازاي مباراة الجونة والزمالك؟ هل كنت متوقع الشكل ده للمباراة؟ هل كان متوقع اكتر ان الزمالك يكون هو الفائز بالمباراة؟ كلمني عنها. يعني في الحقيقة انا متوقع من بدري شوية ان هيحصل دروب او تحصل مرحلة الخلل بعد رحيل جروس. يعني انا لما جيت حطيت عنوان رئيسي او محور اساسي لفكرة سقوط الزمالك امس او قدام حرس الحدود، فهي غياب الشخصية اللي عرفناها عن الزمالك طوال موسم كامل، الشخصية أو الحالة اللي أوجدها وخلقها كريستيان جروس بفكرة الانضباط التكتيكي والخططي، فكرة تحفيز اللعيبة لأدوارها، إزاي هنتحرك وإحنا مش معانا الكورة، إزاي هنتمركز وإحنا الكورة مع الخصم، كل ده مبقاش موجود في الزمالك، نقدر نلاحظه ونرصده بشكل واضح جدا في مباراة الأمس. مسافات متباعدة تماما ما بين الخطوط، اللعيبة بتدافع بشكل فردي وبتهاجم بشكل فردي. خلل كبير جدا حاصل، اقدر اختصره في ان شخصيه الزمالك شخصيه الفريق البطل اللي بيعرف يكسب في وقت الازمات، بيعرف يكسب في اصعب الظروف حتى لو كان في مشاكل كتير جدا. الشخصيه دي غابت، وتحتيها ممكن تتكلم في تفاصيل كتير وتتكلم في حاجات تاني كتير جدا. يعني اقدر نقول واحد من المبررات ان في لعيبه رجع من منتخب مصر او من بطوله امم افريقيا زي فرجاني ساسي ومحمود علاء، راجعين بحاله بدنيه اقل، مستواهم مستواهم في مشاكل باستثناء طارق حامد اللي هو ماشي على نفس الخط بيأدي بنفس الادوار، وده ليه تفاصيل او ليه محددات خلته بيقدر يحافظ على الشكل ده. نقدر نقول ايضا ان فكره الحوافز اللي كانت موجوده عند الخصم، كان متحفز جدا الجونه انه يقول وهو بيختتم الموسم ان انا كنت موجود بشكل قوي وان انا قدرت اعطل او اكون محدد في تحديد وجهه الدوري هتروح لفين. ده مهم جدا بالنسبه للفريق في قاع الجدول، وان هو يتنقل كمان من المركز 14 للمركز 11 يختم الموسم في المنطقه ديت، فدي حاجه تحسب للاداره او تحسب للجهاز الفني والاداري اللي هو عايز يقول ان انا نهيت واختمت مشواري في المنطقه ديت. فكان واضح جدا من معدل الجري من الروح العاليه جدا انهم عايزين يعملوا حاجه وعايزين يختموا بالشكل ده، فكان ده عامل ايضا من العوامل. ايضا شفت الاداره الفنيه لكابتن خالد جلال للاسف الشديد كانت سيئه للغايه جدا في الوقت اللي الجونه استسلم تماما وبيموت وبينتحر ومهزوم ويقدر يستقبل تاني وتالت. الراجل بيقول له لا اتفضل تعالى انا هرجع لورا هسحب المهاجمين اللي عندي وهرجع لنص ملعبي، تعالى من تاني اطلع. فكان في قراءه فنيه خاطئه جدا جدا، كان في تصرف يعني ينم عن عدم قراءه جيده للمباراه او حاله لا وعي مش دريان باللي حاصل في الملعب.
فكان في اسباب كتيره جدا، لكن انا زي ما قلت في البدايه هو السبب الاوضح ولا يعاني منه الزمالك الفتره الجايه انت ازاي توجد او تخلق الشخصيه البطل اللي كانت موجوده طوال الموسم مع جهاز فني منضبط بيرفض التدخلات بيشتغل بشكل صحيح. طيب كابتن خالد جلال، دي مش اول مره ليه يكون هو بيجي كمدير فني بعد رحيل مدير فني كان بشكل اساسي يكون هو مدير فني مؤقت، اول مره او في سيناريو كان ناجح جدا، هل شايف ممكن النسخه دي من تولي كابتن خالد جلال مره ثانيه للاداره الفنيه لنادي الزمالك ممكن يكون بيتظلم المره دي؟ المره دي ممكن تكون الصوره مختلفه ولا ماتش الجونه ده مش شرط؟ يعني المره ديت في عوامل مختلفه عن المره الاولى، يعني الكابتن خالد جلال تسلم فريق بطل بطل افريقيا، فريق قوي جدا بينافس على اللقب، وكان الى وقت وصول خالد جلال للجهاز الفني هو الفريق الاقرب للحصول على الدوري العام. فتسلم فريق بطل، هنا المهمه بتبقى اصعب واثقل ان انت تحافظ على الفريق ده. لكن لما تتسلم فريق عنده مشاكل كتير جدا بيتعرض لهزائم كتير جدا، فاي حاجه انت هتقدمها هتبقى جيده، خاصه ان الضغوط ما بتبقاش موجوده. يعني لما تسلم فريق واقع، لما نقولها بمعنى العامي، عنده مشاكل كتير جدا بيتعرض لهزائم كتير جدا، فانت اي حاجه هتعملها هتبقى مقبوله. فكان كابتن خالد جلال او غيره من المدربين بيجوا في بدايه مشوارهم ينجحوا، لكن انت النهارده بتتسلم فريق بطل، فريق متوج في افريقيا، فريق كان قوي جدا طوال الموسم، ففكره ان انت تحافظ على نفس الشكل ده بتكون صعبه جدا. هلتمس له بعض الاعذار ان الفريق في المرحله الاخيره يعني شهر او اكتر ما بيلعبش، ما فيش ماتشات، بعض العناصر المهمه مش موجوده، كهربا العنصر الاهم في هجوم الزمالك النهارده وضح تاثيره للغايه، جنش حارس المرمى الهدفين، لو شفنا لو جنش موجود اعتقد ما كانش الزمالك استقبل بالطريقه دي، فهو معذور لان بعض العناصر غابت، معذور لبعض العناصر تراجعت بدنيا بشكل كبير جدا، معذور لان تسلم في وقت صعب جدا ما قدرش يشتغل او ما قدرش يقيمه على الفتره ديت. لكن المرحله هذه المرحله تختلف تماما عن المرحله الاولى اللي كابتن خالد جلال استلم فيها، واعتقد مش اعتقد يعني بعيدا عن اعتقادي او توقعي، هو اللي بيحصل على الارض دلوقتي ومن بدري شويه ان الكابتن امير مرتضى منصور بيشتغل على مدير فني اجنبي يكون موجود من الزمالك من اليوم الاول لوجود خالد جلال. يعني هو امير مقتنع تماما ان خالد جلال ليس الرجل الاصلح او الامثل لقياده الزمالك وخلافه كريستيان جروس، فهو شغال من بدري شويه وفي مدربين اتكلم معاهم وفي مفاوضات تعطلت وراحت لمنطقه تانية، لكن هو الزمالك بيعمل على ان يكون الصيف ده مدرب اجنبي موجود يقود الفريق للموسم الجديد. المجموعه اللي بتشارك دلوقتي مع نادي الزمالك، لان كان البعض من المحللين بياخذ على كريستين جراس ان انت عملت فريق من 11 لاعب، ولكن قائمتك فيها 23، الباقيين دولت مش بيكونوا اوراق رابحه على الدكه، لان انت مش بتدخلهم في فورمه ماتشات، مش بتعتمد عليهم، وعدم اعتمادك عليهم مش مديهم ثقه في نفسهم، فبيحصل اكيد مشاكل داخليه اكيد ما بين الجهاز الفني واللاعبين. طيب المجموعه دلوقتي الموجوده بالنسبه لنادي الزمالك، يعني بمشاركه احمد مدبولي امبارح، اعتقد ان كابتن خالد جلال كان في خلفيته ان هو انا هبتدي اخلي العناصر اللي ما كانتش بتشارك مع كريستين جراس تشارك، ولكن برضه نال انتقادات بسبب الموضوع ده. ايه التوازن اللي ممكن يحصل، خصوصا احنا بنتكلم في وقت اعداد هيكون ضيق جدا، اللاعبين اللي بيشاركوا خلاص مع نادي الزمالك هيعملوا فتره اعداد قصيره جدا، ومفروض يتم بقى رسم خريطه واضحه مين العناصر الاساسيه لنادي الزمالك في الموسم اللي جاي. طيب خليني اجاوب على الجزء الاول من سؤالك، فكره عدم استخدام القائمه بالكامل او عدم استخدام كافه العناصر واختصار الفريق على 11 او 14 لاعب، ده بيعود بالاساس، وانا كنت واحد من اكبر المدافعين عن جروس من البدايه، للفوارق الكبيره جدا ما بين اللاعب اللي في الملعب والبديل. يعني واضح جدا ان في فوارق كبيره جدا ما بين كهربا كشخصيه في الملعب، كلاعب ذكي عنده قدره على انه يصنع فارق في اي وقت، كلاعب متمرس وخبرات في المواجهات الصعبه والبطولات الكبيره والاماكن الكبيره، ومدبولي او عنتر، فارق كبير جدا جدا جدا. فارق كبير لما اقول ان محمد ابراهيم مصاب طول الموسم ويوسف اوباما لاعب ملوش بديل في الفرقه ومش عارف استخدمه، مش عارف استخدم مين مكانه، فانا مضطر طوال الوقت ان انا استخدم يوسف اوباما واصر على يوسف اوباما. لما الزمالك دخل في مرحله المنافسه في الكونفدراليه وكان في وقت واحد بيواجه مواجهات متعدده في الدوري والكونفدراليه وزاد عدد الماتشات اللي بيلعبها، فبدات تظهر الفجوه دي بالتحديد. لكن جروس ما كانش عنده خيارات تانية وما كانش عنده البدائل اللي تقدر تساعده على ده، وواحد من اهم الاسباب اللي وصلت الزمالك للمرحله ديت انه يختتم الموسم حتى وهو بيتوج بالكونفدراليه كان في ضعف واضح جدا في الفريق، وواضح ان هو كان بيكسب تكتيكيا مش بيكسب فنيا او مش كان مسيطر بشكل كامل على المباريات سواء في قبل النهائي او في النهائي، لان دكه
دكه نادي الزمالك اضعف كتير جدا من القوام الاساسي، وده اللي هياخدني لاجاوب فيه على الجزء الثاني من سؤالك. المفروض يحصل ايه او التوازن هيحصل ازاي؟ هو اللي هيحصل في نادي الزمالك ان هيحصل عمليه غربله كامله، وان في شغل على عدد كبير جدا من الصفقات، والواضح ان احنا هنرجع لمنطقه السنوات اللي فاتت برضو انه فريق بيمشي وفريق 13 يمشوا وعدد كبير يجي. عدد كبير جدا الزمالك بيتفاوض معاه، عدد لعيب كبير جدا. محمد عبد العاطي وقع لنادي الزمالك 5 سنوات واتفق على المقابل المادي 30 مليون، يعني بيتكلموا دلوقتي في التفاصيل مع دجلة على مين هيدخل اعاره في الصفقه. يعني دجلة طالب مدبولي مقابل. ده واحد من اللاعبين اللي وقعوا. اشرف بن شرقي، نبيل دونج ايضا الزمالك قطع شوط كبير جدا جدا في التفاوض معاه. فواضح ان الزمالك بيروح لمنطقه الغربله اللي فكره 11 لاعب يمشي ويجي 11 لاعب، ودي طبعا فكره سيئه جدا، لان انت مفترض ان انت بتبني مشروع وبتستمر وبتكمل عليه. النهارده انت يعني من ايام فيريرا الراجل اللي عمل فريق قوي جدا وعمل كاركتر للزمالك وشخصيه وطريقه لعب مختلفه عن كل الانديه الدوري المصري، كنت المفترض ان انا اعالج له جوانب القصور واضيف ليه عناصر جديده، ما حصلش. النهارده عندنا فرقه جروس كونها وخلق حاله للزمالك، عنده مشاكل واجهته كنت مفترض اعالجها له، مش اقول ان جروس ما بيهاجمش بالطريقه اللي انا عايزها. لا، هو جروس ما بيهاجمش بالطريقه اللي انت عايزها او ما بيؤديش ب100%، لان في مشاكل عنده على الدكه وفي القايمه مفترض ان انت تعالجها له. واضح جدا الراجل بيلعب طول الموسم من غير راس حرب، يعني عمر السعيد مع كامل احترامي لعمر السعيد وخالد بوطيب مش مهاجم الزمالك او الاهلي، بيلعب طول الموسم بظهير ايسر هو اللي خلقه وهو اللي عمل الحاله بتاعته، بيلعب بلعيبه ملهاش بدايه في اماكن معينه. طب انا علشان برضو لازم اختم وفي نفس الوقت لازم نتكلم عن الاهلي، بما انك جبت سيره اثنين سترايكرز بتوع نادي الزمالك حميد احداد وبوطيب، الاثنين دولت في مقابل عن النادي الاهلي ازارو يعني في كلمه ونص ازارو علشان لو هننتقد بقى يعني بالنسبه او نقيم السترايكرز بالنسبه لناديي القمه في مصر هنلاقي الاثنين عندهم مشكله. طيب انا ازارو شايفه متاثر بالحاله الجماعيه للاهلي مش بالحاله الفرديه. أوكي. بمعنى ان الاهلي لما تراجع ازارو وقع، الاهلي لما كان بيلعب بشكل كويس وبيقدم نتائج جيده جدا كان ازارو رائع جدا ومؤثر. ازارو عنده مشاكل في فكره التفنيش امام المرمى والتسجيل، لكنه في النهايه اللاعب بيقوم بادوار كتير جدا على الخطوط، بينزل لتحت بيخلق المساحات. لا، الحاجات دي مش بنقولها للاستهلاك، لا هو ده المهاجم العصري. بغداد بنجاح ما سجلش طوال بطوله امم افريقيا غير هدف واحد وسجل في النهايه بالصدفه، لكن طوال الوقت هو بيخلق وبيقوم بالادوار المساعده لزملائه. ايضا جوردن ايوف غانا بيقوم بنفس الادوار، هو ده المهاجم اللي بيشتغل الفتره ديت. لكن فكره عوده الاهلي لنتائج جيده وعوده الفريق لشكله الطبيعي ده اللي هيعيد ازارو. أزاره على المستوى الفردي أنا شايف إن هو لا، لاعب عنده كل الإمكانيات اللي تخليه تقول إن هو مهاجم قوي جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي في جريدة الدستور، نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله نشوف كل ما هو أفضل للدوري المصري ونستمتع به في المباريات اللي جاية. بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل هنضم إليكم زميلي العزيز كريم رمزي وفي ضيافته كابتن عمر عبد الله محللنا الفني، وأكيد تحليل خاص لمباراة امبارح الزمالك والجونة بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. من المحلية للعالمية بيبقى دايما هدفنا، احنا المرة دي خدنا عمر عبد الله من العالمية للمحلية. عمر صباح الفل. صباح الفل. جايبينك بقى شوية ايه ناخدك من الكرة العالمية والتحليل العالمي، ناخدك شوية تحلل معانا ايه على الدوري المصري، على الزمالك، على الجونة والامور المحلية، على الحاجات بتاعتنا بقى. تجربة جديدة ايه الحاجات بتاعتنا. يلا بينا. ايه اللي حصل امبارح في المباراة؟ امبارح الزمالك دخل المباراة صورنا انه هيحسمها من الدقيقه الاولى، تفاجئنا ان الجونه بيهاجم وبيوصل لجون الزمالك وبيضيع فرص كمان، وشفنا كوره في القايم لاحمد حمدي. ايه اللي حصل في اداء الزمالك امبارح خلينا نشوف الزمالك فرط في المباراه واستحق الجونه على الاقل التعادل؟ في البدايه احنا عايزين نتكلم ان هدف اي مدرب في اي خطه في الدنيا او اي تكتيك بيستخدمه حاجتين، هو منع الفريق الخصم ان هو يحصل على الزمن والمساحه، وتوفير الزمن والمساحه لعبته، وده اللي بيخلق السيطره وبيخلق الفرص اللي بتتواجد للفريق اللي هو بيدربه. نادي الزمالك امبارح كابتن خالد جلال، في البدايه احنا لا نقيم كابتن خالد جلال لان كابتن خالد جلال مدرب قدر ان هو يمسك نادي الزمالك في فتره صعبه قبل كده، وقدر ان هو يحقق نجاحات وخرج ورجع تاني وما زال عنده الفرصه هو مع نادي الزمالك. احنا بنتكلم على بنحلل مباراه، لان احنا كمان مش بنحلل نتيجه، احنا مالناش دعوه بالنتيجه، احنا بنيجي نحلل المباراه بظروفها. نادي الزمالك امبارح انتهج نهج
مش سليم امام فريق بحجم الجونه. صحيح. واضح جدا ان نادي الزمالك ما كانش قاري فريق الجونه بشكل كويس، على العكس تماما فريق الجونه كان قاري نادي الزمالك بشكل كويس ولعب على نقط الضعف بتاعه نادي الزمالك. في سؤال مهم جدا يا كريم بيطرح في الكره عامه، في الكره العالميه دلوقتي، الجهاز الفني في اي فريق في اوروبا مثلا، غصب عني هروح لاوروبا معلش، لما بتيجي تتكلم في اي فريق في اوروبا بيبقى فيه 20 و22 عضو، يعني بتتكلم ان ليستر سيتي لما خد الدوري الانجليزي كان فيه 24 معاون لرانييري. طب الناس دي كلها بتعمل ايه؟ ولما الناس دي كلها بتشتغل ايه هو دور المدير الفني؟ انا هاخد من القصه دي او من الموضوع ده لمباراه الامس. المحلل الاداء لما بيجي يحلل اداء فرقه ويقدم تقرير للمدير الفني هو بيوجد له نقط الضعف اللي في الفريق ده. قيمه المدير الفني في ان انت تلاقي الحل للازمات دي او لنقط الضعف دي. مش اي محلل اداء يعملها. ممكن ناس تسال تقول لك طب ما محلل اداء ده ليه ما بقاش مدير فني؟ لانه ما عندوش القدره على الابتكار. صح. او ما عندوش القدره على ايجاد الحل لهذه النقط. هو عارفها، عارف ان هنا في ثغره احلها ازاي. صحيح. ده هنا دور المدير الفني. صحيح. امبارح كابتن خالد جلال ما كانش موفق في قراءه فريق الجونه. على العكس تماما كابتن رضا شحاته كان موفق في اداره في قراءه نادي الزمالك. كبير كمان للكابتن رضا شحاته، اكيد توفيق تدخل يعني. اكيد طبعا، لان حتى لو بصينا على التغييرات هنلاقي ان نادي الجونة احرز هدفين بتغييرين. صحيح. هل معنى كده ان التغييرين دول هم اللي قلبوا المباراه؟ لا، لان كان نفس السيستم ولا شرف الشوط الاولاني. صحيح. لكن هو في توفيق لاحمد ياسر ريان على كابتن محمد نادي جده، كان في توفيق على الشبراوي بدل محمد نادي، فبالتالي كان في توفيق من كابتن رضا شحاته ان هو التغييرات بتاعته قدرت ان هي تقلب المباراه بشكل كبير جدا. احنا صحيح. لو شفنا الحالات اللي معانا او الاهداف اللي حصلت في المباراه هتوضح حاجات مهمه جدا. اول حاجه ان نادي الزمالك ما كانش عنده استراتيجي يلعب بيها. دي كره الهدف الاولاني، هنا طارق حامد في نص الملعب بيستخلص الكره من لاعب الجونه وبيبدا الهجمه بتاعته بتاعه نادي الزمالك. الهدف ده مهم جدا في حاجه يا كريم، انه هيوضح ان نادي الزمالك للاسف امبارح ما كانش عنده استراتيجي. نادي الزمالك كان بيعتمد على الفرديات، مهاره لاعب، فكره ان في جمله بتتحضر او في نقطه ضعف في فريق الجونه بيتلعب عليها، دي ما كانتش موجوده. ده اللي هنشوفه لو رحنا للصوره اللي بعديها. هي احنا بنتكلم هنا في مهاره فرديه من طارق حامد في استخلاص الكوره ثم توزيع الناحيه اليمين لاحمد سيد زيزو. لو ما كملنا الهجمه برده في الهجمه اللي بعديها هنلاقي ان الهجمه ارتدت ل في داخل منطقه جزاء الجونه اهو. بص هنا بقى، هنا الوضع. هنا نادي الزمالك موجود بلاعب واثنين وثلاثه امام كام لاعب من الجونه؟ احنا بنتكلم في 8 لاعبين 9 لاعبين من نادي الجونه. فالفريق كله متكتل في خط ظهر او في منطقه جزائه بالاضافه لحارس مرمى، يعني بنتكلم في 10 لاعبين من الجونه موجودين في خط جزاء. هل توزيعه لعيبه نادي الزمالك هنا فيها اي نوع من انواع التريك لكسر هذا التكتل؟ مش موجود. اللعيبه كلها بالظبط، كله واحد مستسلم، واحد بين اثنين، واحد ورا بالزبط. اصلا ده قصدي ممكن يبقى تسلل كمان، وفي واحد هناك بتراقب برقم 4. الحل الوحيد كان مفيش هنا غير ان انا افتح هنا والعب لعب تقليدي جدا. أو مفيش او ان انا اللعيب ده يزيد حمدي النجاز يزيد هنا ويعمل زياده العدديه فيبقى هنا 2-1 بتواجد احمد سيد زيزو في المنطقه الخطر لنادي الجونه. ده ما حصلش. فلو كملنا الهجمه بعديها هنا بقى، هنا مهاره اللاعب اللي اتدخل لحل الكسر ده كله، مش جمله تكتيكيه، مش شغل من المدرب، مش ابتكار تكتيكي، هي مهاره لاعب. تسديده من طارق حامد من على بعد 21 متر هي اللي احرزت الهدف. ممكن ما يكونش ده كان قرار طارق حامد، لو كان اللعيبه دي واقفه في اماكن مظبوطه وكان في اماكن سليمه كان ممكن يبني الهجمه ويكملها في بونا تمام، لكن هو شاط لما لقى ان خلاص ده الموقف والحل. استخدم بعيد. مهارته الفرديه. صحيح. مهاره لاعب فرديه في ان هو خد القرار والقرار طلع تنفيذه سليم بشكل سليم، لان هو كلاعب جوه الملعب متكتف. دور المدير الفني هو ايجاد اكبر قدر من الظروف الملائمه للاعب. هو صح. هنا اللعيب ما عندوش الظروف دي. صح. سواء كان طارق حامد او اي لعيب نادي الزمالك، اي تمريره اللعيب لنادي الزمالك، اي تمريره هي تمريره سلبيه لن تقدم شيء او لن تضيف شيء. لو هتخسر بيها الكوره بالظبط هتخسر بيها الكوره، او هتفضل بقى تلعب اللعب السلبي اللي هو اللعب العرضي. لو رحنا للحاله اللي بعد كده، ده طبعا هدف نادي الجونه الاول. احمد ياسر يعني هنا بص، هنا ده النقطه اللي الناحيه الثانيه العكس تماما. احنا قلنا هنا ان دي امكانيات فرديه، لا الناحيه الثانيه واضح ان كابتن رضا شحاته الجهاز الفني للجونه ارى نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الطرفين دفاعيا وهجوميا. كان عبد الله جمعه بيعالج هذه الثغره بانه هجوميا كويس، فكان بيضغط على الفريق اللي قدامه او على الجبهه اللي قدامه، ان هو بيجبر دايما اللاعب ان هو اللي امامه سواء كان الجناح او الظهير بان هو يبقى كاشش منه بلغه الكوره، ما يبقاش عليه لعب كتير. مع تواجد لاعب زي طارق حامد بيقدر يامن. هنا ما حصلش التامين ده. هنا طارق حامد في نص الملعب، هنا الكره اتلعبت ورا بهاء مجدي، حصلت المساحه. بص هنا احمد ياسر ريان، وهنا مهمه جدا النقطه دي يا كريم، لان انت عندك هنا الاثنين اللي قلبي الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش، واحمد ياسر ريان بيتحرك
ما بينهم. لو رحنا شفنا الصوره اللي بعد كده وهي هتبقى مهمه جدا. بص هم لسه برضو موجودين. مين اقرب واحد هنا لمراقبه احمد ياسر ريان؟ مش الونش محمود علاء لان هو جاي بوشه. المشكله هنا ان الاثنين كمان باصين للكوره، ما حدش باصص للعيب خالص. يعني الاثنين بيجروا مع اللعيب اللي معاه الكوره اللي المفروض اصلا مع بهاء مجدي. طيب احنا لو عدينا هنا الثغرات، لا نرجع بس الصوره اللي فاتت ثانيه واحده، لو عدينا هنا الثغرات اللي موجوده في دفاع نادي الزمالك دي مساحه كبيره جدا طبعاً. للعيب ما فيهاش حد بيغطيها ولا بهاء مجدي ولا الهاف ديفندر، لان الزمالك بيلعب باثنين ديفندر منهم واحد هجومي بشكل كبير اللي هو فرجاني ساسي، فبيبقى الحمل على طارق حامد لوحده. مجرد ما انه اتضرب في كره طوليه، لان دايما في كره القدم الكره الطوليه بتضرب الخط العرضي صح. فده بقى كله اوت اوف بوزيشن خلاص صح. فاحنا هنا ضربنا خط العرضي كله بتاع نادي الزمالك، فبقت المساحه موجوده هنا. عشان كده انا كنت بقول لك ايه، هنا محمود علاء هو الاقرب مش الونش، ان هو في ظهر الونش محمود علاء هو اللي يشوف. ده كمان في خطا مركب لو كملنا الهجمه لاخرها هنا بقى حمدي النجاز محمود الونش محمود علاء حمدي النجاز ثلاث لاعبين. انا هطلع ده بره اللعبه خالص، ثلاث لاعبين على لاعب واحد. تخيل ان الثلاث لاعبين دول كلهم اتضربوا واللعيب هو الواحد اللي جاب الهدف. ده نتيجه عدم التركيز. وكمان في ثغره مهمه جدا في نادي الزمالك، ودي انا بالنسبه لي تبقى علامه استفهام كبيره جدا، هي التغطيه العكسيه لحمدي النجاز. لو كملنا الهجمه كان الكابتن هشام ياكل لسه بيتكلم عنها. التغطيه العكسيه لحمدي النجاز صعبه جدا، اللي هنا بص حصلت هنا عمليه ترحيل. الونش اللي كان جنب محمود علاء راح عشان يقابل، اضطر خلاص ان المساحه الكبيره دي وسعت. محمود علاء اضطر ان هو يرحل في ظهر حمدي الونش محمود حمدي الونش، فبالتالي بقى هو واحمد ياسر ريان هما الاثنين واحد لواحد. اي تريك او اي فنت من احمد ياسر ريان هيخليه في ظهره، وهو ده اللي حصل لما الكره خبطت. مين هنا المسؤول؟ اللي جايب وشه حمدي النجاز. فخطا مركب كبير جدا جدا لنادي الزمالك، واضح ان اهو بالظبط. بص حمدي النجاز واقف يعني بيتفرج يعني الكرة. مجرد ان الدروب حصل او الكره البند اللي حصل وعليت وصل احمد ياسر ريان، حمدي النجاز واقف بيتفرج، ما دخلش بقوه، ما حطش اللعيب في صدره، فبالتالي خطا رائع جدا. حمدي النجاز هجوميا عنده مشاكل كثيره قوي دفاعيه بالظبط. انا بحس ان هو بيكسل ساعات، او ان هو بيقول ان الهجمه مش هتكمل، وده غلط كبير جدا من لاعب دولي. يعني بقول لك كريم، الوضع الخطا مركب من البدايه، وانا بشوف ان هو في الاساس كان لعدم قراءه كابتن خالد جلال للجون اللي هيلعب على الطرفين، لان هو عنده مشكله ومعروف ان الزمالك عنده مشكله في الطرفين، فكان لازم ان هو يبدا يامن الحته بتاعته. هو عنده مشكله في الطرفين، بيطير حمدي النقاز وبيطير مهاء مجدي، وكمان بيخلي طارق حامد مع فرجاني ساسي يعمل ادوار هجوميه. حتى طارق حامد ما ثبتوش ورا، احنا شفنا طارق حامد في الجول كان بيشوط وهو اللي كان اقرب للدايره بتاعه منطقه جزاء الجونه. ازاي تطير اطرافك او باكاتك اليمين والشمال، وكمان بتمشي الديفندرات للهجوم؟ انت عملت مساحه فاضيه كبيره طول الوقت. بص انا 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 ما عنديش تفسير تحليلي للموضوع، بس عندي تفسير قد يكون هو اللي جه في دماغ كابتن خالد جلال، وهو فكره. انت كمدير فني بتاخد الريسك بفكره، وده هيقودنا للتغيير اللغز عمر السعيد مكان مجبولي مكان عمر السعيد. كابتن خالد جلال لما لقى ان الضغط لنادي الجونه من على الطرفين، او مش الضغط لان الاستحواذ كان في صالح نادي الزمالك، ولكن هجمات الجونه الخطر من الطرفين، حب انه يضغط على الجونه بحيث ان هو ما يبقى له ما يديلوش فرصه ان هو يلعب المرتده. فيبقى بيضغط بسبع لعيبه او ثمان لعيبه ومامن باثنين لعيبه، فكل الكوره تبقى طويله سكند بول. ده ما نجحش فيه لسبب بسيط جدا. ده لو شفنا الهدف اللي بعد كده، هدف الجونه. بص هو هنا المفروض ان الهجمه دي هجمه مرتده اتخطفت لعيبه الزمالك. جوناثان الظهير الايسر للجونه لعب الكره، نكمل الهجمه، لعب الكره لاكرم. طب هنا بقى بص، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وهتلاقي السادس هنا لنادي الزمالك. سبع لاعبين هو اللي بيضغط بيهم بنزول مجبولي. هو قال ان انا هلعب بمجبولي، يعني بقول لك دي الفكره اللي جت في دماغي او اللي انا حاولت اوصل لها. يعني. بالظبط، انه يلعب بمجبولي ويضغط على الجبهه دي باثنين لعيبه، مجبولي وبهاء مجدي، ويضغط الناحيه الثانيه باثنين لعيبه لنادي الزمالك اللي هم اوباما زيزو قبل خروجه، واوباما ساعه ما كان موجود في الملعب بعد خروج زيزو ونزول احداد، فيضغط على فريق الزمالك على الجونه من الطرفين، فما يبقاش فيه فرصه لاجنحه الجونه للتقدم. اللي بوظ كل ده تمريره عبقريه من اكرم توفيق. نادرا نادرا بامانه عشان نتكلم، نادرا ما هنلاقي تمريره وان تاتش في لمسه واحده في المساحه دي اللي هي هي نفس المساحه ونفس الثغره بتاعت الهدف الاولاني صح. مع اختلاف اللعب، هنا نزل الشبراوي، الناحيه الثانيه كان محمد نادي. بص تمريره طوليه من لمسه واحده وان تاتش ضربت كل دفاع نادي الزمالك. هنا الفكره بتاع الكابتن خالد جلال، هو فكر صح لكن لم يحسن التنفيذ. ان انا اضغط على الفريق اللي قدامي بحيث ان انا احرمه من المساحات، انا كان لازم معاها تركه ثانيه، ان انا لما اضغط بالكوره
يبقى عندي ضغط بدون كوره. صح. اسوأ حاجه تحصل لاي فريق في العالم بيلعب هاي بريشر ان ما عندوش اللعيب الدستروير اللي يجيب الكره من قدام، ان لما الكره تتخطف مني في منطقه دفاع الفريق اللي قدامي او في منطقه هجومي ما اضغطش باربع لعيبه الحق اجيبها، لان مجرد ما عدت من المرحله دي خلاص هي انفراد. وده اللي حصل في الجول. بص الراجل رايح انفراد برده نفس النقط، كنا بنتفرج على نفس الجول الاولاني برده 1-2-3 على 2 لعيبه فقط. فبالتالي كان الشبراوي هنا بقى فكر تفكير تاني وحطها في المرمى مباشره بخطا طبعا يتحمله عمر صلاح. فكره ان انت هتلعب هاي بريشر بدون ما يبقى عندك اللعيب الدستروير اللي في نص الملعب اللي يقدر يجيب الكره من قدام اول ما تتخطف، هي دي اللي بتعمل الانفرادات والكوارث دي. وده هيرجعنا لذكرى تعيسه جدا طبعا انت عرفتها، مباراه مصر وجنوب افريقيا. صحيح. لما هاجمنا بسبع ثمان لاعبين ما كانش عندنا اللعيب الدستروير اللي يجيب الكره من قدام فتردد، فشفنا المشهد الكوميدي لاحمد حجازي لوحده على ثنائي جنوب افريقيا. احنا بنتكلم بقول لك احنا ده على فكره يا جماعه دي حاله تانية غير الهدف الاولاني ولكنها مشابهه 100% تماما بالظبط 100%. وهو ده الفرق ما بين ان في حد ارى ولعب، في حد تاني ارى ولكن لم يوفق في اتخاذ القرار انه يهاجم او يلعب على ثغرات الفريق اللي قدام. طيب المشكله دي هي مشكله فرديه ولا مشكله فنيه؟ ليه المشكله دي لو انت بصيت على الزمالك في الدور الثاني تحديدا حتى مع كريستيان جروس المشكله دي كانت موجوده عند الزمالك، فكره الاطراف وراء الاطراف. حتى عبد الله جمعه بالتاكيد لما كان اجيري بيقول ان هو عنده مشاكل دفاعيه، وبصراحه عبد الله جمعه ما كانش عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا ما تخلوش يلعب مع منتخب مصر، ولكن برضه هي المشاكل كانت بتيجي منين؟ ان كان اي خصم بيلعب ورا عبد الله جمعه بيلعب ورا حمدي النجاز او حتى حازم امام او اي حد بيلعب على اليمين. المشكله دي ليه دايما موجوده في الزمالك؟ دايما موجوده لان المشكله بتظهر لان دايما عندك الاثنين اللعيبه بتوع خط نص فيهم واحد اللي هو فرجاني ساسي غير موجود بالظبط، هو مش موجود ملوش ادوار دفاعيه ما بيغطيش على دول ما بيغطيش. فبالتالي انت عندك لما الطرفين بيزيدوا انت ما بتغطيش الناحيه خط الوسط بصوره عرضيه، لا انت بتلعب بوزيتيف بتلعب على قدام على طول، بيبقى عندك لعيب واحد لو ما لحقش ان هو يغطي التغطيه دي بتبقى مشكله. الاسوأ من كده كمان ان دايما الخطر ما بيبقاش من ناحيه الكره فقط ولكن بيبقى من الناحيه العكسيه زي ما شرحنا في الجول الاولاني ان ما كانش حمدي النجاز بيجيد التغطيه العكسيه. الاسوأ من كده ان حمدي النجاز اصلا مش موجود في الجول الثاني. يعني لو تخيلنا ان الشبراوي خد نفس السيناريو الهدف الاولاني هو احمد ياسر هيعمل برضه هيروح يسدد لان هو مفيش تغطيه، برضه الونش برضه محمود علاء. الاسوأ بقى احنا قلنا ان هو كان موجود اصلا حمدي النجاز ولكن ما غطاش، هو في الاساس مش موجود. فهنا بيبقى في مشكله كبيره جدا في الوضع والتمركز للاعبي نادي الزمالك نتيجه ان خط الوسط بيبقى مفرغ، لعيب جاي زياده كمان حمدي النجاز نص فاضي 1-2-3-4 مفيش مساحه كبيره جدا. صحيح. واحمد ياسر ريان مع محمود علاء، محمود علاء هنا مشغول تماما باحمد ياسر ريان، الراجل ده لو كمل في ظهره هدف في ظل غياب تام لحمدي النجاز اللي ما كانش عامل مسانده دفاعيه. وهنا فين طارق حامد وفرجاني مش موجودين بقى؟ خط الوسط مضروب. هو ده اللي انا بقول لك عليه بقى، التمريره العبقريه لاكرم توفيق. انا بقول لك نادرا ما بنلاقي تمريره زي دي في الدوري المصري، فيجن عاليه جدا، تمريره من وان تاتش حطت الراجل هو الجون. علما ان الشبراوي خد قرار غلط. طبعا الشوطه كان قرار غلط طبعا يعني ده ريسك ريسك. بص عندك كام لعيب يعني لو رجعت هنا جون، لو جيت هنا جون، وحتى احمد ياسر كان ممكن تجي له الكوره لو ضاعت. لو ضاعت يتخصم لي طبعا. لو رحنا لهدف نادي الزمالك طبعا. انا بشوف ان هو تاكيد للي احنا قلناه. صحيح. مهاره فرديه. صحيح. هو ما فيش اي جمله، احنا بنتكلم في الدقيقه 96. صح. كورنر بيتلعب بسرعه بالظبط، كره عرضيه برده نفس التمركز. بص واحد اتنين ما يجيبوش اجوان، اتنين يجيبوا جوان في وسط كام واحد؟ في وسط خمسه. صحيح. هي مهاره فرديه من محمود عبد العزيز، استغلال لطول القامه، هدف تاني لنادي الزمالك اللي زي ما انت قلت في بدايه الحلقه اعاد بعض البصيص من الامل لنادي الزمالك، ولكن في النهايه نادي الزمالك لم يقدم مباراه تكتيكيه. اعتمد على الفرديات وهي دي اللي. السؤال الاخير، الدوري يحسم الاربع ولا الحد؟ لا يحسم الاربع. يحسم الاربع؟ شكرا يا عمر. العفو. شكرا يا كريم. دي كانت نهايه فقراتنا النهارده مع عمر عبد الله وتحليل مباراه الزمالك والجونه. نشوفكم بكره يا رب على الف خير.